هذا صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الإيجابية للجميع من برنامج صباح الخير يا جزائر. نستقبلكم في هذا اليوم الجديد، وكلنا أمل وكلنا محبة أنكم ستقضون رفقتنا أجمل وأروع الأوقات. أجمل التحايا الصباحية نبعثها لكم من قلبنا إلى قلوبكم جميعا. غناء مهدى لكم جميعا، وأكيد أنه من هنا إلى غاية الساعة 10 ستقضون رفقتنا أجمل الأوقات في هذه النافذة الخدماتية الصباحية. غناء مهدى لكم جميعا، ثم لنا عودة. ربي جمل صباحنا بعفوك ورحمتك وذكرك، وأكيد توفيقك يا رب العالمين. من على قناتينا الأولى والسادسة لقنوات التلفزيون الجزائري، وأكيد عبر اللايف للصفحة الرسمية بالفيسبوك للتلفزيون الجزائري، نستقبلكم في هذا الصباح، وكلنا أمل أن تقضوا رفقتنا أوقات رائعة وممتعة. اليوم الثلاثاء برنامج متميز جدا، أكيد راح يصب كله في مجال واحد، ألا وهو الصحة بالخصوص. اليوم ستشاهدون من خلال العيادة الأسنان والدكتور خيار رائحة الفم، كيف نتخلص منها والأكيد الأسباب وراء هذا المشكل، بالإضافة إلى ركن فيتامين ولبنى بدوي التي ستحدثنا عن أهم الأغذية التي تنقص الوزن، بالإضافة إلى ضيوف ومواضيع أخرى. أما الآن السلامة المرورية بعد فصل قصير. أرحب ككل صباح يوم ثلاثاء المقدم بوشنتوف عبد الغني. صباح الخير ومرحبا بك، كيف أحوالك؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم راح نتكلموا عن حوادث المرور التي كانت في شهر جونفي، أهم الأسباب التي أدت إلى وقوعها، وربما إحصائيات برغة الأرقام لو قدرون نتكلموا عن هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع المشاهدين المتابعين القناة وجميع الأسر الإعلامية وجميع عمال القناة. بالنسبة للإحصائيات لشهر جانفي سنة 2021، ما يخفناش أنه حوادث المرور هي عبارة عن ظاهرة تثقل كاهل المجتمع من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. الحصيلة كانت كالتالي بالنسبة لشهر جانفي 2021، بالنسبة لعدد الحوادث 457 حادث، أسفر للوفاة عن وفاة للأسف 146 شخص، وإصابة 745 شخص آخر بجروح متفاوتة. بالنسبة للمقارنة، مقارنة بالنسبة لشهر جانفي 2021، لأنه إحنا نقارنه شهر بشهر، سجل انخفاض في عدد الحوادث ب 81 حادث، ما نسبته ناقص 15.06%. بالنسبة للوفيات ناقص 82 وفاة، انخفاض بناقص 35.96%. بالنسبة لعدد الجرحى ناقص 118 جريح، ما نسبته انخفاض بناقص 13.67%. نذكر فقط حضرات، هذا الأرقام خاصة بشهر فيفري، شهر جانفي بالنسبة لإقليم اختصاص الدرك الوطني. ما يخفناش أنه الدرك الوطني إقليم اختصاصه ما يقارب أو يفوق 85% من نسبة لشبكة الطرقات. الباقي النسبة اللي يختص بها أعوان الأمن الوطني. الدرك الوطني يعمل في المناطق الشبه الحضرية وخارج المناطق الحضرية. بالنسبة للأسباب العامة لحوادث المرور، العنصر السواق، يعني بالنسبة للسواق كانت نسبة 86% من مجمل الحوادث متورط فيها متسبب فيها السواق. تبقى نسبة 7% بالنسبة للراجلين أو المرأة، بالنسبة لقطع الطريق بدون حذر إلى غير ذلك. نسبة العامل المحيط كانت نسبة 3.06%، نسبة المركبات أو عامل المركبات هو 3.94%. تبقى المخالفات المتسببة في حوادث المرور، نسجل دائما السرعة المفيطة هي السبب الأول والرئيسي. سجلنا في شهر جانفي نسبة تفوق 30% من مجمل الحوادث كان سببها السرعة المفيطة، تليها التجاوز الخطير بنسبة تفوق 10%، ثم السير على اليسار تفوق نسبة 6%، عدم احترام مسافة الأمان تفوق 6%،
تغيير الاتجاه دون تنبيه باقي المستعمل الطائق اللي كنا ذكرناها في عدة حصص أكيد. أنه تفوق 6% كذلك، عدم احترام ألواح الإشارات نسبة تفوق 5% والمناره الخاطئة نسبة تفوق 4%، هذه المخالفات الرئيسية المتسببة في حوادث المرور. يعني العامل البشري هو الدرجة الأولى، هو المسبب الرئيس في كل حوادث المرور. أكيد لو نجمع نسبة 86% بالنسبة لعامل السواق وكذا عامل الراجلين، 86 زائد 7% نجدوا نتيجة صح. 93% من إجمالي عدد الحوادث كان العامل البشري هو المتسبب فيه بصفة مباشرة. نعم، ربما بالنسبة لو تكلمنا عن الإحصائيات، أنتم تقوموا دائما بمقارنة، لما نشاهدوا ربما انخفاض مقارنة بالأعوام الفارطة نحسوا أن هناك انخفاض محسوس ولو بقليل بنسبة الحوادث المرور، هذا راجع إلى أن التوعية والتحسيس اللي راح يقدمها سواء الأعوان الشرطة الأمن أو الأمن ككل بأنواعه، وكذلك القنوات التلفزيونات وحتى ربما العمليات التحسيسية والتوعوية، يعني أثمرت جهودكم حضرت؟ هو هناك مخططات تعتمد على الجانبين، الجانب نعم. الجانب التحسيسي من جهة والجانب الوضعي كتكميلي للجانب التحسيسي، لأنه هناك مجالين يتمشين مع بعضهما. بالنسبة للوقاية والتحسيس، يعتبر الإعلام بأنواعه السمعي البصري المكتوب لديه دور فعال، أنه شريك أساسي في المجال التحسيسي والتوعوي. صح. عبر المنبر هذا وعبر جميع المنابر الإعلامية نقوم بالتحسيس والتوعية. أكيد تثمر، لأنه نتيجة انخفاض حوادث المرور نتيجة جهود مبذولة ليست من قبل الطاقة الوطنية فقط، إنما جميع الفاعلين من بينها الإعلام. صح. كذلك بالنسبة نحن دوما الإحصائية نعتمد عليها كيف؟ في أولا إحصاء النقاط والمقاطع السوداء، معرفة مكان تواجد في الوقت المناسب والمكان المناسب لأعواننا، تحيين المخططات ووضع مخططات مدروسة بدقة لقصد الوصول إلى نتيجة التي هي انخفاض حوادث المرور والحد منها. نعم أكيد، كذلك حتى ربما أطفالنا اليوم عندهم هذا النسبة، يعني من طرفكم وراكم تروحوا للمدارس، وحنا نشوفوا من خلال الخرجات اللي تقوموا بها سواء الخرجات الميدانية ولا حتى في المدارس أنه الطفل اليوم والنشأة تعولون عليه كثير مستقبلا من ناحية الثقافة المرورية. أكيد نشؤنا هو مستقبلنا. أكيد. ونحن لدينا خرجات بالنسبة للجانب المدرسي، خرجات توعوية تحسيسية كذلك لتعريف الطفل بمخاطر الطرقات، لأنه ما يخفاناش شهدنا عدة حوادث كان ضحيتها أطفال، خاصة في الوقت الحالي فصل الشتاء، مازال الصباح مازال يكون مظلم، ما يطلعش النهار كما نقولوا بكري، وبالتالي الأطفال عرضة لحوادث السير. سجلنا في شهر جانفي بالذات أنه فئة المتسببين في حوادث المرور، فئة الشباب أقل من 40 سنة، نسبة 61.32%. يعني هي النسبة الأكبر. النسبة الأكبر نعم. أكيد 61.32% فئة الشباب. وبالتالي الطفل اليوم هو الشاب الغد. صح. وبالتالي لما تكون عنده ثقافة مرورية يعي المسؤولية تاعو، ولو كان الإدراك تاعو لحد الآن ماهوش مدرك للمخاطر، وبالتالي لو نقدر نوعيه ولو بطريقة المبادئ الأساسية للسير، إشارات الواجب أنه يعرفها، مثلا وقت ما يقطعش الطريق، وقت اللي يقطع الطريق، وقت ما كان التواجد نتاعو الجيد لأنه ما يتصابش بحادث. هذه كامل مسؤولية جميعا، من الأسرة، من أربات الأسرة، من نحن كدركيين، أعوان المؤسسة التربوية، المسؤولين عن المؤسسة التربية، المعلم، التلميذ، الأستاذ، إلى غير ذلك. حضرت حسب تنبؤات الأرصاد الجوية يقولوا أنه في تغييرات كبيرة حتطرأ على الجو هنا في الجزائر، بالنسبة لكل مرتدي الطرقات واش تقدر تقول لهم في حالة التقلبات الجوية ورداءة الطقس؟ احنا نتمنوا ان تكون ما تكونش غداء الطقس، نتمنوا يكون غيث نافع ان شاء الله. لانه نحتاج هذا الغيث، لانه الفلاح يحتاجه والدولة الجزائرية تحتاجه في النمو الاقتصادي تاعها. صح.
وبالتالي احنا نتمنى وهذا الاضطراب الجوي انه يكون في الخير على الجزائر وعلى جميع المواطنين. كيف نغتنم هذا الفعل الخير؟ انه السياقة في الاحوال الجوية رديئة ليست مثلها كما يكون الجو صحو. كيف؟ لما يكون الجو رديء يجب اخذ احتياطات اللازمة. نعم. اولا تخفيض السرعة، اثنين مضاعفة مسافة الامان، ثلاثة اذا كانت المركبة تاعنا عندها ديفو ديسوي غلاس، ديفو ديفريناج، اي مشكل اي خلل نقوم بالتصليح نتاعو في اوانه. مراقبة السيارة، الاطارات الملساء كذلك لديها تاثير جد جد سلبي في بالنسبه لحوادث المرور، لانه الاطارات والمنظومه الفرمله من شانها ان تسبب في حوادث كارثيه، لانه علاه؟ لانه لما يقوم السائق بالفرمله نتاع السياره نتاعو، مسافه الفرمله اذا كانت الاطارات منساء والى منظومه الفرمله ماهيش فعاله 100%، تكون مسافه الفرمله تزيد، وبالتالي اذا كانت المنظومه الفرمله فعاله 100% قادمه يتسبب في حادث، اذا كانت المنظومه تاع الفرمله تاعو ماهيش فعاله قادة يتسبب في حادث، اصطدام الخلفي. نعم. القيام اثناء كذلك النبه كذلك اثناء سوء الاحوال الجويه، فعل الرياح خاصه في المناطق الجنوبيه، الرمال قادر تكون تتوجه على الطائق بفعل انه الرياح تجلبها للطائق، وبالتالي سجلنا حوادث بفعل تواجد الرمال على الطائق. خصوصا انه كانت زوابع عرميه كبيره شهدتها الجزائر جنوبنا الكبير في الايام الفارطه. أكيد. وكذلك توخي الحذر بالنسبه للمناطق اللي تكون فيها كثير الحيوانات، احنا نعرفوا انه الجمال في الجنوب متسبب رئيس في حوادث المرور، ليس كذلك حضرات؟ اكيد السائق حتى في المادة 23 من المرسوم التنفيذي 381/04 عن محدد القواعد حركة المعابر الطوق ينص على أنه السائق يجب أن يتحكم في مركبته بالسرعة التي تمكنه من التحكم في مركبته. صح، صح، صح. وبالتالي إذا كان هناك احتمال تواجد أتربة أو جمال أو مواشي، وهنا يقوم بتخفيض السرعة لأخذ احتياطاته، لأنه كل ما تكون السرعة منخفضة كل ما تكون مسافة الكبح قليلة، وبالتالي يقدر يتفادى الاصطدام بالحاجز الذي يصادفه. نعم. وبالتالي لما يتفادى الاصطدام بالحاجز الذي يصادفه يتفادى ارتكاب حادث مرور. صح. إذن هنا ننبه كذلك السواق أنه كما سبق وذكرنا أنه يقوم بالصيانة الدورية للمركبة، يقوم كذلك بأخذ القسط الكافي من الراحة خصوصا في مناطق الراحة. القسط الكافي من الراحة خصوصا أنه ما يخفناش كما يقولوا لما يكون مسافر المناطق الصحراوية مسافة طويلة تتطلب منه التركيز الجيد. التركيز الجيد يكون كيف؟ يكون بالاستراحة قبل القبلية، يعني النوم باكيا، يعني اني غدوه اني معول به ندير سفريه، نقوم بالنوم مبكرا، اخذ القسط الكافي من الراحه ثم السفر. اكيد هي بعض الارشادات الصغيره لكن في مضمونها هي كبيره، لانه فقط ببعض الاشياء البسيطه راح يتفاداوا الكثير من الاشياء على غرار حوادث المرور، وتبقى حضارات السياقه فن، ليس كذلك؟ هي فن وتربيه وسلوك. صح. ننبه كذلك بالنسبه للحاملي رخص السياقه اقل من سنتين وكذلك الجدد. من الجدد. نعم. انه سجلنا في الاحصائيات تاع شهر جانفي اقل من خمس سنوات محاصرين على رخصه السياقه اقل من خمس سنوات، نسبه معتبره 67.84% من الحوادث متسبب فيها حاملي السياقه اقل من خمس سنوات. ربما لماذا هذا المشكل حضرات؟ هو نقص الخبره. نقص الخبره اكيد. اكيد يدخل فيها. اثنين انه ما يخفناش انه عامل السن. كل ما يكون انسان يزيد في العمر تاعو، يزيد الادراك بالمسؤوليه والاحساس بالمسؤوليه، التحكم في السياره، يكون مسؤول اكثر. صح. ودائما لماذا دائما ننصح انه مستعمل الطائق او السائق يكون يتحلى بروح المسؤوليه، يعرف المسؤوليه الملقاة على عاتقه كسائق على نفسه وعلى باقي مستعملي الطائق. نعم. لانه لما يحس بالمسؤوليه تاعو، لانه كل واحد مستعمل طائق هو مسؤول عن امره. صح.
بطريقة أو بأخرى. لما يحافظ على نفسه، يحافظ على باقي مستعمل الطريق، يسوق ويحترم قانون المرور، يحافظ على نفسه وعلى باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يساهم في الأمن المروري. إذن شخص واعي، شخص مسؤول، سائق يدرك معنى المسؤولية الملقاة على عاتقه ويحترم قانون المرور، هنا يساهم في الأمن المروري. يعني يجب أن يكون السائق إيجابيا ولا يكون سلبيا بتصرفاته السلبية. أكيد، وعدم والابتعاد تماما عن النرفزة أثناء السياقة. النرفزة والمشاحنة. والمشاحنات خصوصا المشاحنات، ولما ذكرت المشاحنات نقول فقط أنه كثير من الفيديوهات الداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا نشوفوا أنه في كثير مشاحنات خصوصا على الطريق السريع، وفي الأخير تؤدي إلى حوادث كارثية. يعني هنا ربما نقدر نقول أنه مثل هذه التصرفات بعيدة عن مجتمعنا الجزائري، ومظاهر سلبية لازم علينا أن نتفاداوها نهائيا، أليس كذلك حضرات؟ أكيد أكيد، لأنه تصرف انفعالي أو نرفزة أو تصرف سلبي ما ندرسوش العواقب تاعو في الحين، ومن بعد ثواني هنيهات قد يتسبب في حادث كارثي، اللي الشخص اللي ارتكب الحادث هذاك من بعد لو كان يعاود تسجيل نتاع الأحداث يلقى روحه باللي قام باشياء كان لازم ما يقومش بها، انه كان يحتقر التصرف هذاك السلبي، تبان له باللي تصرف ما يوصلوش الحادث، وبالتالي من بعد قادر يلقى روحه معوق، قادر يتسبب في حادث انه يتم اشخاص الى غير ذلك. وكنا ذكرنا البارح مع السيده خلاف من المندوبيه الوطنيه للامن عبر الطرقات انه الحادث لما الانسان يتوفى نقول قضاء الله وقدره ربي يرحمه، لكن لما يقعد بعاهه مستدامه هنا الكارثه الكبرى، راح يشكل ربما عائق نفسي ليه كشخصيا وحتى المحيطين به كعائله، هو راح يحس انه راح عبء ثقيل على هذه العائله. من هنا من منبر صباح الخير يا جزائر، ومن عندك حضرات هذا الرسالة التوعوية الصباحية، واش تقدر تقول في الأخير لكل مرتدية طرقتنا هذا الصباح؟ أنا بالنسبة للنقطة هذه نستوقف هذه النقطة هذه بالنسبة لقضاء الله وقدره. نعم. إنه من قضاء الله وقدره إنه القضاء صح بيد الله. أكيد. ولكن مستقبلنا وأمرنا بين أيدينا. ما نروحش أنا نمشي 160 ولا 170 ونقول من بعد نتوفى ونقول قضاء الله وقدره. مستحيل. ولا تؤدوا بأنفسكم ولا تهلكات. الأمر بينه، والقانون وضع قانون وضع ليحمي مستعمل طائق في حد ذاته، يحميه من نفسه وباقي مستعمل طائق. لما نحترم قانون المرور ونكون قدوة للناس، ومن بعد كما قلتي يتوفى الشخص هذاك اللي يحترم قانون، هنا نقول قضاء الله وقدره. بصح لما نلقوا السائق يقوم بمخالفات كارثيه، لان كما نقولوا حنايا ما يحترمش اشارات التوقف، يقوم بسرعه مفرطه، وسجلنا حتى سواق مشاو بسرعات خياليه. يعني لو كان بالكش حصات صغيره قادت يصبح لا شيء. يعني ماشي متوفي، قد وصلنا حتى اشخاص وفاه ما تمنى حتى الواحد. اكيد، ربي يحفظك حضرات. وبالتالي هنا نتمنى انه المستعمل الطائق يكون انسان واعي، ويكون انسان محترم لقانون المرور، ويكون ايجابي في تصرفاته وسلوكياته، لنصل الى نتيجه جميعا إن شاء الله بحول الله. وأنا دائما أقول من خلال هذه النافذة الصباحية الخدماتية خصوصا لسلامة أرواحنا، نقول أنه نتمنى ونكون هذه الرسائل اللي نبعتوها ما تكونش كلام فقط، وإنما نتمنى أنه تطبق على أرض الواقع. مشكور، يعطيك الصحة. إذن من السلامة المرورية إلى سلامة الطقس مع صبرينا وأحوال الطقس لنهار اليوم. أكيد أنه الكل ينتظر أحوال الطقس لنهار اليوم بعد فصل قصير. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. صباح الخير صبرينا.
صباح الخير حياة، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. إذن كما ذكرت حياة، نعم هناك تغيير تدريجي في حالة الطقس خلال نهار اليوم بحول الله، بداية بالمناطق الغربية. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب لنهار اليوم بعض الأمطار نحو المناطق الغربية، الرياح أيضا ستكون قوية على كل هذه المناطق، بإمكان حبيبات الرمال أن تكون عالقة بسماء نحو الهضاب الغربية. على المناطق الوسطى أجواء مغشات رعدية ستنتقل إليها الأمطار تدريجيا خلال الساعات القادمة بحول الله. أما على المناطق الشرقية الأجواء ستبقى مغشة جزئيا، مغشة جزئيا أيضا على شمال الصحراء والواحات، احتمال لبعض الأمطار المحلية، غائمة جزئيا بمنطقة الصوراء، وأجواء مشمسة على العموم من وسط الصحراء نحو أقصى الجنوب. يبقى أهم يميز المناطق الجنوبية هو تطاير الرمال على أغلب مناطق وسط الصحراء، الجنوب الشرقي، شمال الصحراء والصوراء. فيما يخص الحرارة القصوى المنتظرة خلال ظهيرة اليوم، تعرف بعض الارتفاع نحو المناطق الوسطى، 23 درجة بالعاصمة ببومرداس تيبازا، كذلك بتيزي وزو والبويرة، 19 درجة بكل من مسغان مهران وتلمسان، 20 درجة منتظرة بعنبة، 24 درجة كعلى مقياس بقسنطينة، بينما لن تتعدى 17 درجة بمرتفعات تيارت والجلفة. بشمال الصحراء ستصل لغاية 24 درجة بغردية وبشار، 27 درجة بتمن راس، تفوق 30 درجة بوسط الصحراء أقول، وخاصة بأقصى الجنوب ستقارب محليا 35 درجة. فيما يخص أحوال قبل ذلك أحوال البحر لنهار اليوم بحول الله، إذن بإذن الله البحر سيكون مضطرب نحو السواحل الغربية، قليل الاضطراب بسواحل الوسطى والشرقية. الآن جولة خاطفة إلى بعض عواصم شمال قارة إفريقيا، بإذن الله أجواء مشمسة جنوبا بنيامين بنجامينة والخرطوم، كذلك بالقاهرة، مغشى جزئيا على أغلب العواصم الأخرى لتكون غائمة تماما بالعيون المحتلة، 18 درجة بالرباط تقريبا نفس المقياس بتونس وطرابلس، تصل إلى 25 درجة بالعيون المحتلة، 33 درجة بالخرطوم، وترتفع لتصل لغاية 39 درجة بنيامي ونجامينة كأعلى مقياس. هذا جنوبا. نعود الآن إلى أرض الوطن على مستوى العاصمة وضواحيها، إذن بإذن الله وقت الغروب لنهار اليوم سيكون في حدود الساعة 6 مساء و43 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة، يومكم طيب، والعودة إليك حياة بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. شكرا صبرينا، أكيد يلقاك المشاهد بعد قليل في تذكير ثاني بأحوال الطقس لنهار اليوم بحول الرحمن. لازلنا متواصلون دائما معكم من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، هذه البداية فقط، لكن مازال الكثير الكثير معنا إلى غاية العاشرة بحول الله. إذن من بين الأشياء التي تعول عليها الجزائر كثيرا هو الاستثمار في الرأس المال البشري، خصوصا الاستثمار في شبابنا واللي هما رايحين يبنيوا جزائر الغد بحول الله تعالى. موضوعنا الآن حول الشباب في ستارت أب، وزميلنا حمزة عبان سيحدثنا عن هذه الشركة الناشئة الخاصة بالتكوين عن بعد. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في ركن ستارت اب. نحن الان مع السيد عمر علي يحيى، وهو مؤسس شركه ناشئه بيفورم المختصه في التكوين عن بعد لفائده الشركات. شكرا جزيلا سيدي على حسن الاستضافه. شكرا لكم، مرحبا بكم. اذا مشاهدينا الكرام، دعونا نشاهد هذا الفيديو الخاص بهذه الشركه ثم نعود. بعد ظهور جائحة كورونا، عرف عمل هذه الشركة الناشئة المختصة في التكوين عن بعد لفائدة الشركات والمؤسسات التكوينية نموا كبيرا نظرا للطلب الكبير بعد إجراءات الحجر الصحي. انضواء الشركة في التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات ساعدها كثيرا في تطوير قدراتها الإنتاجية نظرا لاكتساب خبرات في ميدان التكوين واحتكاكها بمختلف الشركات الناشئة الناشطة في المجال. إمكانيات محترمة خاصة في السمع البصري
هي وسائل هذه الشركة لتسجيل المكونين وتوفير المادة عن طريق منصة رقمية متخصصة تسمح للمهتمين بالولوج إليها بنقرة زر واحدة. لم تكتفي الشركة بالسوق الجزائرية فقط، ففي الآونة الأخيرة أصبحت تصدر المواد التكوينية للدول الأوروبية والإفريقية. التكوين عن بعد هو النافذة التي اتخذتها بعض الشركات لما فيها من ربح للوقت والمال، وبهذا المساهمة في الإنتاجية ذات نوعية. إذن سيدي، ممكن تقولنا كيفاش جاتك الفكرة لإنشاء هذه الشركة الناشئة المختصة في التكوين لصالح شركات الكبار؟ بالطبع المشكل اللي لاحظناه في السوق الجزائرية هو أنه ما كاش دي زاكتور اللي يرافقوا هذه الشركات والمدارس واللي زانستيتيو دو فورماسيون في رقمنة التكوينات تاعهم. لهذا جاتنا الفكرة باش نديروا شركة ماشي اللي تدير التكوينات عن بعد، وإنما اللي ترافق المشاريع تاع لي زيكول وتاع لي زونتربريز في رقمنة التكوينات تاعهم. هذا هو الشيء اللي دفعنا باش نروحوا في هذا المجال. إذن سيدي، ممكن تقولنا كيفاش تعمل الشركة الناشئة تاعكم؟ الفكرة العامة لشركة بيفورم هي أنها كما سبق وأن قلنا ترافق مشاريع الإي ليرنينغ بالنسبة للكسوا المدارس لي سونتر دو فورماسيون بريفي بيبليك لي انستيتول حتى الشركات. على سبيل المثال عندنا اون ايكول بريفي بار اكزومبل اللي عندها 200 طالب، واللي تحب ترقمن الخدمات تاعها. هادو ما سي دي بروجي كوميم اسيل لو تكنولوجيكمون بارلون، لانه اون ايكول دو فورماسيون بار اكزومبل ما عندهاش الامكانيات البشريه، سورتو باسكو المجال تاع الاي ليرنينغ فيه اكثر من 6 ولا 7 ليميتي، اللي هو الانجينيوري انفورماتيك، الانفراستركتور، لي سيرفور، لي بيرجومون، لوديو فيزوال كيما راكم تشوفوا عندنا دي ستوديو، عندنا دي لاخر كيما لازم تاني تو سكي ديزاينر جرافيست اي تو سكي سونسوي. دونك هادو ما كاع سي دي ميتي اللي كيكون اون انترن دون زين ايكول رايحه تسقم لها فريمون بزاف باش تعمل ان بروجي كيما هذا. سيدي، هل جائحة كورونا ساعدتكم باش تطوروا العمل تاعكم والشركة الناشئة تاعكم؟ بالطبع، يعني جائحة كورونا غيرت كامل لي زابيتود تاع سكان العالم. يعني عرفنا ان كونفينمون توتال، ان كونفينمون بارسيال، عرفنا لا ديستانسياسيون سوسيال، عرفنا لي ميزور سانيتير. دونك مرة واحدة أخرى الرقمنة الا بروفي بلي تقدر تحل بزاف مشاكل. شفنا الاي كوميرس سي ديفلوبي، شفنا لي في تي سي سو سون ديفلوبي، شفنا تو سكي سيرفيس نيميريك سو سون ديفلوبي، وشفنا بلي بزاف شركات في مجال الرقميات يعني داروا دي شيفر دافير اكستراوردينار مع لا بيريود هذه تاع الكوفيد. وعلاش؟ تو سامبلومون باسكو التباعد الاجتماعي تدفع الناس انهم يحوسوا دي زالتيرناتيف. والتكوين كما شفنا مع لي ديفيرون زاري تاع لي فورماسيون توتال بور كسوسوا ليدوكاسيون ناسيونال لي زونيفرسيتي لي سونتر دو فورماسيون، دونك لاري توتال دي فورماسيون هادوما سا في كو الناس ولات تحوس على بدائل، على دي زالتيرناتيف كيفاش يكملوا يتكونوا مع جائحة كورونا. وكي نهضروا على التكوين مع جائحة كورونا عندنا ان سول مول اللي عاود يولي اللي هو سيلو اي ليرنينغ، اللي هو التكوين عن بعد. سيدي، ممكن تقول لنا وشنو هي الاهداف تاعكم في المستقبل القريب والمستقبل البعيد؟ الاهداف تاع الشركه تاعنا هي انها ال سوبوزيسيون كوم ان اكتور ماجور في المارشي الجزائريان، يعني تكون شركه فعاله في الاقتصاد الوطني الداخلي.
هذه في المدى القريب يعني الحمد لله رانا براتيكمون اون اي كونسيديري كوم لي ليدر دو اي ليرنينغ اون الجيري عندنا دي سوليوشن اللي كيما يقولوا ils répondent à toutes les problématiques jusqu'à maintenant de la formation les tlaqina behom sur le terrain. Le deuxième objectif, c'est d'aller vers l'export sur le continent africain. Donc, c'est l'un des objectifs principaux. D'ailleurs, on a commencé à avoir quelques partenaires dans des pays d'Afrique. Et en même temps, on est sollicité même par des écoles européennes qui les chefs ou les solutions tawana. Elles répondent vraiment à leurs besoins et ça, c'est très intéressant. سيدي هناك كثير من الشباب عندهم أفكار مثل الفكرة اللي جيت بها لكن ما عرفوش كيفاش يطبقوا على أرض الواقع واش نقدروا نقول لهم هذا الشباب؟ واش نقدروا نقول لهم؟ إذا رقمنا كامل لي زاكتيفيتي لي أو ستارت أب سي دي زاكتيفيتي لي لافونتاج تاعهم سي كو ما دومونديش بزاف دراهم انفستيسمون بور لي ميتر أون بلاس لأنه سي هو اقتصاد المعرفة يعني سي دو لا ماتيير غريس اولا وقبل كل شيء او ميم طون سي دي سي دي بروجي اللي يقدروا يديفلوبيو تري تري رابيدمون رانا شفنا باللي كاين دي زيدي اللي بداو اونترامي دون دي ليسي بار اكزومبل اليوم راهم دي مولتي ناسيونال كي جينير بلوس دو 100 مليار دو دولار في العام دونك لي زيدي هادوما الانسان لازم ما يخافش حاجة الأولى. deuxièmement, mais il faut يبدأ directement avec des sommes de 2-3-4 milliards, لأنه une idée قبل ما تطلعها لازم تجربتها في أرض الواقع. parce que voilà, parce que les secteurs innovants هادوما, c'est des secteurs اللي ما عندنا aucune garantie بلي راح يمشيو. كيما ما عندنا aucune garantie بلي ما يمشيوش. donc الحاجة الأولى, il faut les tester. Une fois le test est concluant, donc l'idée est qu'il y a un اقبال في السوق, l'insan tamma yqdar yinvesti encore plus biha pour pouvoir la développer encore plus en Algérie et à l'international. Donc النصيحه الاساسيه اللي نقدر نمدها c'est que الواحد لازم il s'engage mais il khafch premièrement. Et deuxièmement, mais خاف شتاني من الإشك، parce que l'échec c'est un diplôme. نعم. إذن شكرا جزيلا سيد عمر علي يحيى وهو مؤسس الشركة الناشئة بي فورم المختصة في التكوين عن بعد للشركات. شكرا على حسن. شكرا لك سيدي. نعم. إذن مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا على متابعتكم لركن ستارت أب. نترككم مع بقية برنامج صباح الخير يا جزائر. سلام. سلام زميلي حمزة وبالتوفيق لكل شبابنا في كل أعمالهم اللي حابين يجسدوها على أرض الواقع. إلى كل المتفاعلين معنا عبر اللايف للتلفزيون الجزائري مشكورين من خلال هذا الصباح وأكيد اللمة لا تحلى إلا بوجودكم. غالب شلبي، شادية جندلي، علاق سامي، أم وليد، نقاء، إلى كل اللي هم يبعثونا في الرسائل هذه الصباح، يا طارق شتواح كذلك، إلى كل بوغربية فتحي، وإلى الكل عيسى عساوي، إلى كل متابعنا من الجنوبنا الكبير، أكيد من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، نحن واحد هنا في الجزائر. صباح الفيتامين بعد فصل قصير. صباح الفيتامين مع لبنى بدوي وركن الغذاء الصحي. صباح الخير. صباح الخير حياة، وصباح الخير على كل المشاهدين. اليوم راني فرحانه لبنى، على بالي عندي واحد الطاقه ايجابيه، على بالك علاش الموضوع يهمني اليوم. يهمك وبزاف ستاف كامل، يعني الفريق التقني راه كامل فرحان على هذا الموضوع. صح. وكان مطلوب من طرف المشاهدين والمتابعين الاوفياء تاعنا، خاطرش لا ديرنيغ فوا كنا تكلمنا على الطريقه الصحيه للزياده في الوزن
واليوم ان شاء الله نتكلموا على الطريقه الصحيه لانقاص الوزن. هذه هي دونك نبداو ونفتحوا الموضوع بتعريف وشنو برك وش من وزن اللي لازم نقصوا. لازم يعرفوا المشاهدين باللي كاين فرق ما بين انقاص الوزن وانقاص الدهون. احنا واش يهمنا انقاص الدهون خاصه؟ نحبوا ننقصوا الدهون، وانما انقاص الوزن يعتبر انقاص السوائل، وما نحبوش ننقصوا في الكتله العضليه. دونك نحبوا ننقصوا الوزن، وخاصه نتبعوه بالميزان ونتبعوه بالحجم ديالنا، يعني محيط لاطاي تاعنا، محيط الارجل، محيط الذراع. دونك هذه هي اللي لازم نعرفوها، ماشي غير انقاص السوائل. لانه ساعات نوزن مع الصباح نلقى روحي زعما مثلا 66، غدوه من ذاك النهار من نكون صايم ولا نلقى روحي اقل. لازم يعرف الانسان بلي هذا انقاص السوائل ماهيش انقاص الدهون، وحنا يهمنا انقاص الدهون، وهذا الشيء نشوفوه يعني بالعين المجرده على مستوى كما نشوفوا في الصوره على مستوى الحجم ديالنا. عندنا بعض القواعد اللي لازمنا نتقيدوا بها، ولازم تاني تعرف الإنسان باللي انقاص الوزن هي عبارة عن مسألة حريرات، مسألة سعرات حرارية. لازم السعرات الحرارية اللي يدخلها الجسم ديالنا تكون أقل من السعرات تكون أقل من السعرات الحرارية اللي خرجها. يعني لازمنا نديبونسيو أكثر المجهود بدني أكثر وندخلوا أقل. هاد الشيء ماشي حب يقول أني نقص الماكلة وأني نتخلى على الأغذية المفيدة، لا. يلا نتقيدوا ببعض القوانين. أول قانون اللي نشجع الناس ولازم يحترموه هو مواقيت الغذاء، مواقيت الأكل عفوا. عندنا فطور الصباح، الغداء، والعشاء. هذه دائما نعاودها ومدى بيا نأكد عليها، حذاري من الأكل العشوائي ما بين الوجبات. عندكم الحق في اللمجة اللي تقدر تكون واحدة على 10 وواحدة على 6، وأنا ننصح فقط أنه الإنسان يقدر يصبر على 10، يعني من القهوة تاع الصباح حتى الفطور للغداء، خصوصا اللي عنده هذا الإرادة أنه ينقص في الوزن. اكزاكتومون، يصبر شوية ونشجع اللمجة اللي تكون على 5 ولا 4 تاع العشية، سا ديبون هو وقتاش يجوع. يعني موضوع الوقت مهم جدا، وهو اللي يضبط لنا كيفاش نقول لك، يعني يضبط لنا لو ريتم تاع الاستومات تاعنا، يضبط لنا يعني الوتيره تاع الاستومه تاعنا، تولي ما تجوعش. يعني كي تعود نفسك عندك اوقات مخصصه تولي ما تجوعش وما تحوش على الاكل ما بين هذه الوجبات، وبالتالي ما راكش رايح تاكل بطريقه عشوائيه. ثاني قانون واللي هو مهم كذلك هو الابتعاد عن السكر الابيض ومشتقاته. كي نقول لكم السكر الابيض ومشتقاته راح تفهموا بلي فيه سكريات، فيه حلويات، لاباتيسخي، الجازوز، المشروبات الاصطناعيه. وعلاش نبعدوا عليها؟ لانها غنيه بالسعرات الحراريه وما فيهاش فايده عظيمه. صح، بغض البصر انها معمره بالمضافات الغذائيه، وكنا تكلمنا سابقا في موضوع المضافات الغذائيه والاضرار تاعها. بصح لبنى كي تشوفي هكذا طاحت هكذا لا تقاوم، ما يعني لا تقاوم. احنا ما نقولوش نحرموا 100%، هذا واش حبيت، وانما ناكلوا ولكن بطريقه بدون الافراط، ندوقوا، نقدروا حتى ندوقوا فقط. اكزاكتومون، ندوقوا ما نحرموش نفسنا. تاكلي هذا الشيء كل يوم، اكيد النتيجه راح تكون السمنه، والنتيجه راح تكون بعيد شر داء السكري، وراهي راح تكون مشاكل صحيه. دونك نحاولوا ناكلوا، ماشي انا توجور نقول لهم كلوا ولكن بانتظام. ولكن راكو في مرحله الوزن، في 10 ايام حطوا يوم واحد فيه تقدروا تاكلوا فيه واش تحبوا. مسموح، مسموح، توجور باحترام اوقات الغذاء دائما. ثالث قاعده، نعم، بعد الابتعاد عن السكر ومشتقاته، ابتعاد عن الفرينه البيضاء ومشتقاتها، لانها كذلك تعتبر نشاء وتعتبر سكريات. لان القمح، الحبه تاع القمح هذيك نرحيوها تولي غافيني، تولي بيضاء، يقعد فيها غير النشاء، وبالتالي كذلك فيها سعرات حراريه كبيره والفايده ما راهيش عظيمه، والجسم تاعنا ما يحتاج كل هذا الكم الهائل من السكريات اللي هي السكر الابيض ونزيدوا من الفرينه البيضاء. صح، كي نقول لك مشتقات الفرينه البيضاء تفهمي لي باتا بيتزا، تعرفي لي بيسكوي هادوك، الكاطوات هادوك، كذلك الخبز الابيض، المقارون هذاك الابيض، السباغيتي، نحاولوا نقصوا منهم قدر المستطاع. لكن للاسف لبنى هذه هي اكلتنا اليوميه، يعني والله اكلنا ما راهوش صحي 100%، حتى وتروحي لكل العائلات وحتى نكونوا على بالنا انه هي اكلات غير صحيه، لكن للاسف ما نقدروش نبتعدوا عنها. اكيد ما نقدروش، ولكن انا الهدف
تاعي من هاد لا روبريك هذه هو التوعيه أكيد. والتربيه الغذائيه طيب. ما راهوش هنا يعني ماشي قصدي نبدل كل العادات الغذائيه نقدروا نلتزموا باطباق جزائريه تقليديه الكسكس الدولمه الشطيطحات هذوك كامل مسموحين ولكن حاولوا تتقيدوا بالقوانين هذه اللي نتكلمها مثلا حياتك كي طيبتي دولمه حاولي في الدولمه هذيك ما ديريش الزيت بزاف ما ديريش السمن حاولي تكون صحيه المرقه ديالها غير شويه ما وشويه بصل وبعض التوابل وقولي وليدك تعطي له ولا انتيا تاكلي خبز ابيض ديري خبز الكامل الخبز اللي مخدوم بالفرينه الكامله فيه فوائد فيه الياف وثاني راح يقلل لك من خطر السمنه لان ما فيش سعرات حراريه كبيره. لبنى وانا نحيي كثير من السيدات لما نتلاقى بهم يقولوا لي والله العظيم في بيوتنا وضعنا نظام غذائي صحي لكل اولادنا وراهم يمشيوا عليه نقصنا أكيد. في الزبده في الزيت في اكزاكتومون بالحديث على الزيت هذا رابع قاعده اللي هي نبتعد عن كل الزيوت المهدرجه مدرجة. شوفي من دون انقاص الوزن هذا اللي راني نتكلم عليهم قاعدك هي عباره عن مواد مسرطنه كي نفرطوا فيها ونكثروا منها الزيوت المهدرجه هي الزيوت اللي سخنت بزاف واللي طابت بزاف واللي غلات راهي رايحه تتحول وراح تسبب لك السمنه وارتفاع الكوليسترول المارغارين نحاولوا ما نكثروش منها نحاولوا ابتعاد عنها قدر المستطاع هي والسمن وكل هذه الزبادي الاصطناعيه جودي بيان الاصطناعيه المتحوله يقولوا لي واش يقعد لنا يقعد لكم كل الخضر يقعدوا كل الفواكه يعني نقدروا ناسوا وجبه بالخضر بالحب ما ننساوش الخضر الجافه كيما العدس كيما البواكاسي كيما اللوبيا الفول الجلبانه الفواكه رانا نشوفوا فيها بالصوره اكيد رانا نشوفوا عندنا فواكه توجور نحاولوا نستحبوا الوجبات الغذائيه تاعنا بفواكه ولكن انا ننصح استهلاك الفواكه 30 دقيقه قبل قبل الوجبه الغذائيه قبل العشاء ولا قبل الغداء لانه اصلا ماهيش راح تحتوي على سعرات حراريه كبيره راح تعطيك نوع من الشبع ماهيش حتخليك تاكلي بزاف على الوجبه ماشي هذا المطلوب انه ماشي ما تاكليش كامل تاكلي ولكن بطريقه متوازنه والكميه اللي تكفيك فقط ما نديباسيوش الكميه اللي يحتاجها الجسم ديالنا قلنا يقعدوا الخضر يقعدوا الفواكه الخضر الجافه بكل انواعها ومسموح شوفي بزاف اللي عندهم يعني اعتقاد خاطئ يقول لك العدس يسمن ولا اللوبيا تسمن لا اكيد هي دير غازات ولهذا عندنا الكمون وهاد الحوايج كاع يسحقوا الكمون الفول شتي نديروا له الكمون حميصه الكمون العدس الكمون هادو ما كاع وذلك لطرح الغازات وباش ما تتراكمش الغازات على مستوى البطن ديالنا ولازم نوعي الناس ونقول لهم بلي هاد الاغذيه هادي راهي فيها بروتينات نباتيه راهي فيها الياف وفيها فيتامينات كثيره تعاونك على بناء الصحه الجيده هذه كامله راهي تساعد على التوازن الغذائي وهذا هو المطلوب ماهوش الحرمان المطلوب انه ماشي نسمعوا في بعض الاحيان بعض الافكار ونشوفوا بعض الافكار تتجول على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ما تاكلش زروديه فيها بزاف السكر ما تاكلش البيطراف اكيد فيهم سكريات ولكن ماهيش كميه كبيره ما راهيش كميه اللي تخلي الانسان يتجاوز السعرات الحراريه تاعه ولا اللي تخليه يفرط في يزيد في الوزن لا. نعم لبنى وبحديثك عن مواقع التواصل الاجتماعي وذكرت انه بعض الخضر انا نظن انه الرجيمات القاسيه راح تاثر سلبا على صحه الفرد خصوصا اذا ما كانش تحت اشراف اخصائي في مجال التغذيه ونشوفوا بعض الرجيمات اللي رجيم الماء رجيم شوربه الكرومبيت الشربات والله يا حياتي غير كي نشوف هادو ما يوجعني قلبي صح يوجعني قلبي نقول على بالك علاش لانه الخطر لازم الانسان ولا المراه خاصه كي تتبع هاد الحميه هذه القاسيه لازم تعرف بلي حتكون الغذاء ديالها راح يكون فقير من الفيتامين دي وإلا ما كاينش حد يجيب فيتامين دي للجسم ديالك والله ما تقدري تنقصي لان لا فيتامين دي راهي تتحكم في عده صوالح واحد اخرين في الجسم ديالنا ما بيناتهم الغده الدرقيه وبالتالي حيكون عندك خلل هرموني واضطرابات هرمونيه وبالتالي والله ما تشوفي تغيرات في الوزن ديالك ومن هذا المنبر نقول لك لازم النظام الغذائي حتى لانقاص الوزن لازم يكونوا فيه خضر فواكه حبوب خضر يعني خضر جافه يكونوا فيه مكسرات اللي مهمه بزاف وفيها الاوميغا 3 والفيتامين او واللي تفيد الصحه العقليه والتركيز والصحه النظريه خاصه يعني البصريه عفوا بالنسبه للنظر والبصر وكذلك ما ننساوش حاجه مهمه بزاف اللي هي عفوا استغفر الله هاي راحت لي
انسان لي تلما كنت نخمم فيه حاجه واحده اخرى. انا قبل لبنان ما نروحوا لكل هذه الاشياء، بالنسبه لكميه السوائل والمياه اللي لازم يشربها الانسان، ماشي معنى انه راني في ريجيم لازم نشرب الماء الاكثر من اللازم، لانه حتى شرب المياه بطريقه حاجه مش مليحه. نحاولوا، وكنت قلت وريت لهم بلي الطريقه الجيده لشرب المياه هي ناخذوا نلحقوا حتى 2.5 لتر في الماء، بصح بكميات متقطعه ماشي على ضربه. على ضربه راهي تروح في المسار البوليه مباشره، ماحش يستفاد منها خلايا الجسم ديالك وتقدر تسبب لك مشاكل هضميه. دونك نحاولوا نوازنوا ونشربوا بكميات متقطعه. النقطه اللي نسيتها وراهي ولات لي الفكره تاعها اللي هي اللحوم، نحاولوا نستهلكوا لحوم بدون دهون، واللحوم ماشي كل يوم، حذاري ما راهيش كل يوم، نحاولوا على الاكثر 4 مرات في اليوم بالنسبه للانسان العادي وبطريقه متنوعه. كي نقول لك متنوعة يعني أسماك، يعني ونوع في الأسماك، يعني دواجن، ديكرومي، خروف، بقر، نحاول ننوع من هاد اللحوم هادية. وماشي كل، شتي في بعض الأحيان العائلة الجزائرية لو كان ما يكونش اللحم في الطابلة يقول لكم هذا ماشي عشاء، هذا ماشي فطور. نحاولوا نعرفوا بلي كاين بروتينات في، كاين في البيض، كاين في العدس، كاين في اللوبيا، كاين في الفول، هادو كاع فيهم بروتينات نقدروا ناكلوهم ونرومبلاسيو. نعم اللوبيا بذكرك، العدس واللوبيا واللحوم امهاتنا وجداتنا بكري العدس واللوبيا ما يطيبوهمش باللحم، يقول لك يطيبوه وحدهم، لانه القيمه الغذائيه تاع اللوبيا والعدس ديجا راهي كبيره، لما تضيفي لهم البروتينات هما ديجا فيهم. اكيد انا جو بريفيري يضيفوا لهم زعما ان برودوي اللي يعني مشتق من الحليب، ان فروماج مع شويه كسره مثلا ولا كسره كامله يقدروا ياكلوها مع هذا العدس هذوما. كثير يضيفوا العدس مع البيض يعني ممكن بور اكيليبغي. انا ممكن. نروحوا للقاعده اخرى واللي هي مهمه، يعني لازمكم تحترموا كامل هذه القوانين اللي قلت لكم عليها، وحاجه مهمه هي ممارسه الجهد البدني. أكيد. يعني بلا هذا الاكيليبغ هذايا كي ما نديروش الرياضه ما راحش نشوفوا نتيجه في بسرعه. ونأكد أنه النتيجة ما راهيش مفروض أنها تكون بالزربة، نو جامي، يعني قد ما النتيجة كانت بسرعة قد ما راك رايح تعاود تريكوبيري، وأعرف باللي كنت زيرت روحك في هذاك لو ريجيم. نعم. دونك نحاولوا توجور ناكلوا متوازنين ونديروا نشاط بدني على حساب الحالة الصحية ديالك، يا يعني إما ماشي جري، فوتبول، كل واحد واش يحب يقدروا يديروا في الصالات الرياضية، كل إنسان واش يحب يمارس رياضة، ولكن على الأقل جهد بدني تاع 30 دقيقة على الأقل 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. أنا ذكرت شيء لبنى حتى ما يروح ليش، القارص، شرب وأخذ الليمون بطريقة مفرطة جدا، هذا راح يأثر سلبا، وحقيقة أنه القارص ينقص الوزن. فوالا للاسف هذه هي المعلومه الغلطه، يقول لك القارص يشين ونصيبوا ساعه الخلطه السحريه الحارقه. لازم المشاهد يعرف باللي ما كاش حاجه تحرق الدهون، ما كاش حاجه تشين، هذه حاجه سي ترو بو بوغ اترو فيغي، حاجه بزاف شابه يعني باش تكذب فيه، لانه هكذاك الطبيعه تكون في الشتنة بزاف. للاسف هذه معلومه خاطئه، والقارص فيه مضادات الاكسده، صح تعاون الجسم على فقدان بعض السموم، على تعطي ذوق للماء وتحفزنا باش نشربوا اكثر، ولكن ما يشينش، والافراط تاع كل حاجه راح يضرنا، داكور راح يدير لنا الحريق على مستوى الغزوفاش تاعنا، الانبوب الهضمي ديالنا والانبوب التنفسي نحسوا ببعض الحريق. دونك من الافضل ماشي ما نشربوهش كامل، نشربوه ولكن بطريقه متوازنه بانتظام. كذلك بالنسبه لاسوب تاع الكرومبيط هذيك وتاع الشيفلور اللي يديروها واللي الناس تقتل روحها بها، ويقول لك لا شينتني لاسوب تاع الكرومبيط، لازم يعرفوا باللي يسون باسي من كانوا ياكلوا عشوائيا ويسمحوا لنفسهم كل شيء ياكلوا غير لاسوب تاع الكرومبيط، مي سي نورمال الكرومبيط عادي حتى تنقصي بلا اكزاكتومون، ماشي الكرومبيط هو اللي راح حرق لك هذاك الدهون، لا لازم يتوعاوا الناس ولازم يحبسوا الخرافات. كاين كذلك خرافه واحده اخرى نحب نهضر عليها، اللي هي يجي عندك يقول لك نحب ننقص غير في كرشي. حنا ما نتحكموش في هاد لو فاكتور هذا، ما نقدروش نتحكموا وما كاش يعني حل. فيه دراسات تقول بلي نقدروا نقصوا في كرشنا برك ولا في الارجل برك، ولكن الدراسه هذه ما تقدرش تطبق على كل الامه لانها اندارت على عدد قليل جدا من الناس، ربما هذوك الناس ساعفهم الحظ ونقصوا في منطقه معينه. فوالا، ولكن الجسم تاعنا الذكي راه وين يلقى الدهون مخزنه يروح ليها،
وكيفاش يروح لها كي نقصلو من السعرات الحرارية اليومية وذلك بموازنة النظام الغذائي تاعنا وبحرق الدهون خلال المجهود البدني والمجهود البدني اللي يكون مكيف. نعم دونك لازم الانسان يكون واعي، لازم يكون علمي ويبحث خاصه في هذا الموضوع، وما راهيش حاجه صعيبه. برك الناس في بعض الاحيان ما تكونش موتيفي بزاف، ما تكونش محفزه بزاف، لكن لازم تخمم قبل كل شيء. هذا عمليه انقاص الوزن ماهيش عمليه تجميل وانما عمليه تصحيح. رانا نصحوا في الجسم ديالنا ورانا نتجلبوا الجسم تاعنا الى الصحه الجيده، رانا نتفادوا الامراض، الداء السكري، رانا دول لاتونسيون الى غير ذلك. شكرا لك، يعطيك الصحه. يعيشك موضوع حياة. رائع، انا اليوم فرحت. يعيشك حياه. ان شاء الله يكونوا استفادوا منه. اكيد ان شاء الله يكونوا كل السيدات اللي عم يتابعونا من خلال برنامج صباح الخير ان شاء الله. جزائر لانه شاده وام رحمه كانوا طلبوا هذا الموضوع وحكيمه. تحيه لكم صديقات البرنامج. تحيه كبيره لكل الناس الرايقه اللي راهي مصحصحه معنا في هذا الصباح. نقول لكم صحه قهوتكم، انتم سكر هذه القهوة، أنتم المتميزون. معكم معنا إلى كل هؤلاء المتميزين هذا النغم. كونوا حريصين على بعث الأمل والمحبة والتفاؤل
وأكيد الإيجابية كما نبعثها لكم نحن مشاهدينا الأفاضل من برنامج صباح الخير يا جزائر. أنا كنت وعدتكم أنه اليوم راح يكون مواضيعنا تصب كلها في صحتنا وصحة أبداننا. كنا تكلمنا عن الصحة في الغذاء الصحي، أما الآن في العيادة عيادة الأسنان والدكتور خيار اللي تتفضل معانا. صباح الخير. اهلا. كيف احوالك؟ لاباس؟ اهلا حياة. الحمد لله. شوكي لاباس؟ الحمد لله. صباح لاباس. صحتك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. وانتوما؟ الحمد لله. انا جبت معايا العود اليوم. طاقم الاسنان مع دكتوره الاسنان. اليوم الموضوع انا كنت فصحت فيه من الاول لانه سبحان الله مواضيعنا اليوم كلها راح تكون في الصحه. واحنا نهتم كثير بصحه مشاهدينا الافاضل. راح نتكلموا عن رائحه الفم وهذا المشكل يؤرق الكثيرين ويسبب ربما احراج كبير عند الاشخاص. يسبب احراج وقلق كثير. كثير صح. يعني ماشي بمجرد برك نطعموا الطعم تاع اللعاب تاعنا نلقاوه مر، يعني عندنا رائحه فم كريهه. من المستحيل نتعرف على رائحه الفم كريهه بالطرق التقليديه. يعني كاين بزاف اللي يديروا النفس هكذا في يدهم باش يشموا رائحه الفم، ولا يلحسوا اليد تاعهم باش يشموا رائحه الفم. من المستحيل تشمي رائحه الفم. يعني باش تشمي رائحه الفم لازم تطلبي من صديق قريب ولا من العائله يقول لك عندك رائحه الفم الكريهه. يعني الطرق التقليديه كامل فاشله حياه. ورائحه الفم الكريهه يعني كاين بزاف اسباب، ماشي غير اسباب في الفم، كاين اسباب خارج الفم يعني نسموهم حنا اكسترا اورال، ولا اسباب داخل الفم نسموهم حنا اورال. يعني الفم هو مشكله تاع رائحه الفم الكريهه. من المشاكل تاع اكسترا اورال حياه تمثل نسبه 8% فقط. يعني النسبه الكبيره هي داخل الفم في حد ذاته. من الاسباب خارج الفم نلقاو يعني الفلاسفيغ اورال، يعني اذا كان مشكله في اللوزتين. اذا كان مشكله تاع سينوزيت، اذا كان مشكله في الاذنين، هذه تقدر تمد رائحه الفم الكريهه. نعم، وهذا ربما مؤشر عند اطفالنا لما يكونوا امراض اللوزتين نشموا رائحه الفم. صح. وهناك امراض ثانيه كما مرض السكري، كما القصور الكلوي، كما مرض الكبد، كما مرض المعده. يعني الناس كامل تعرف باللي كي تكون المعده يكون هناك لو غوفلو ويكون هذيك رائحه الفم الكريهه. يعني هذو بصح النسبه يعني 8%. والحلول تاعها يعني اذا قدرنا التشخيص كامل باللي هذا الانسان ما عندوش مشاكل داخل الفم يروح يعني عند طبيب مختص. يعني هذه هي في التشخيص. والاسباب حياه داخل الفم كثيره وكثيره متعدده. يعني المشكل الاساسي تاعها هي نظافه الفم. يعني هذه المشكله الرئيسيه. والتعلق اولا كيكون لو كالكير، يعني كيكون هذاك جير الاسنان. صح. كيكون جير الاسنان متراكم هنا ما بين الاسنان. هذا جيل الاسنان كيكون متراكم هنا حياه الحل تاعو ان بون ديتاكتراج. يعني لازم واحد يروح عند طبيب الاسنان ينحي كامل هذاك لو كالكير وان ديتاكتراج ابروفوندي يعني عميق. خاطش على حياه البكتيريا تلصق في هذاك لو كالكير، كي تلصق في الكالكير تمد هذيك الرائحه. نعم. فقط ربما مش موضوعنا دكتور. لكن لما تكلمتي على الكالكير وش هو السبب وراء هذا المشكل؟ حياه تكلمنا عليها قلنا. لو كالكير هو اذا خليتي الاكل خليته يومين ثلاث ايام اربع ايام هناك واحد الانزيمات اللي تخدم مع اللعاب. اذا تخدم مع اللعاب هذيك الانزيمات تحول هذيك الاكل الى جير، وهذيك الجير طبقه مور طبقه مور طبقه تولي ان كالكير. وما تحبش هنا حياه اذا كان كالكير ما نحيتيش في المستوى الاول، راه الكالكير هذاك يحبط. يحبط علاه يسبب لنا تعري، يسبب لنا ان ديشوسمون. خاطش علاه يهبط ما بين اللثه والعظم تاع الاسنان. هذا هو لو كالكير، يسبب لنا الرائحه وعنده مشاكل كثيره. يعني توصل حتى السن تاعنا تقدر تتحرك من مكانها، يعني اذا كان لو كالكير عميق. نعم. هذا هو السبب الاول. السبب الثاني ممكن الجيوب اللثويه، سي لي بوش. لي بوش بارودونتال تكلمت مع الزميله قبل ما ندخل قالت لي عندي انسانيومون. هذاك سي تان سين يعني تاع كاين دي بوش. اذا كان شتي سانيومون يعني دم في الفم تاعك لي بوش لازم تروح عند طبيب الاسنان. يعني هو اللي راح ينحي لك هذاك الدم الخاثر. وهذاك الدم المتخثر في هذوك لي بوش حياه يسبب لنا رائحه الفم الكريهه. وثاني عندنا التسوس. اذا كان تسوس نعم تسوس نعرفوا بلي حفره يعني يتجمع فيها الاكل والاكل يتخمر.
اذا كان اكل يتخمر يعني يمكن يمد لنا رائحه الفم كريهه، والحل ديالو ان نعالجوا هذا التسوس. نعم. عندنا اسباب اخرى كثيره، مثلا تقويمات الاسنان، اذا كانت تقويمات واذا كانت ما كانش نظافه كامله، تقويمات على بالك هذوك اللي بغاكات حياه اللي نحطوهم هنا اذا كان ما كانش نظافه عفوا اذا كان ما كانش نظافه كامله تلصق فيها الاكل. نعم. عندنا كذلك تركيبات، تكلمنا ديجا معك حياه تكلمت على التركيبات. تركيبات اذا كانت ما كانش نظافه كامله يعني كاين بكتيريا اللي راح تلصق. وكاين ثاني ضرس العق، ضرس العق الكينوت يدير واحد اللحمه هكذا من صح معروفه، هذيك اللحمه معروفه اذا كان يعني ما رحتيش عند طبيب الاسنان نحيتي ضرس العق ولا نحالك هذيك اللحمه راح يتخمر من تحتها الاكل، هذو كامل حياه يسببوا رائحه الفم الكريهه. نظن الدكتور حتى اللسان عنده عامل نعم كبير. نعم راح نتكلم عليه. عندنا جفاف كذلك تاع الفم فهم. اذا كان جفاف الفم على بالك تسببوا بعض الادويه، عندنا ادويه تاع الضغط الدموي، ادويه تاع الحساسيه، عليك نشربوا ادويه تاع الحساسيه يقولون لازم تشربوا الماء خاطرش يسبب لنا في جفاف الفم. نعم. واللعاب يلعب دور اساسي، تكلمنا عليه ونزيدوا نتكلموا عليه، اللعاب عنده دور اساسي في تنظيف الاسنان وتنظيف الفم وتنظيف اللسان، اللسان سورتو الحياة، اللسان الخلفي، خاص اللسان الأمامي، كون تحل لسانك واش تشوفي؟ يا أخي اللسان الأمامي تشوفي شغل غاز وردي، واللسان الخلفي يتلون على حسب الأكل اللي حتاكليه، هذيك المنطقة هي اللي تثبت لنا البكتيريا. نعم. علاه في النظافة؟ نقولوا ماشي غير النظافة تاع الأسنان، لازم ننظفوا اللسان اللي ننساوه جميعا، عندنا يا بالفرشاة عادية ولا عندنا فرشاة مخصص للسان، لازم نفرش اللسان تاعنا باش نحو البكتيريا منه. نعم. يعني هذو هما الاسباب جينيرالمون تاع رائحه الفم الكريهه. ونقولوا يعني الحل تاع رائحه الفم الكريهه هو معالجه رائحه الفم الكريهه هي ازاله السبب. اذا كان السبب خارج الفم لازم نشوفوا الطبيب المختص، اذا كان السبب راه داخل الفم لازم تراجع طبيب الاسنان. نعم. يعني هذه هي، واذا رجعنا طبيب الاسنان لازم نظافه الفم، لازم غسل الفم جيدا، وما تكلمتش على حاجه جبت لكم هذو لي بروسيت، هذو سي دي بروسيت انتر دونتير، هذو كيكونوا تركيبات الفم، قلنا يخف التركيبات ممكن تكون تركيبات ثابته كما هذو تركيبات ثابته، هنا مام كي ننظف الاسنان هناك يعني بقايا تاع الاكل من نعم. تحت ما تنحيهاش الفرشات العاديه، هنا ممكن نستعمل يعني هادو لي بروسيت انتيرمونتير يتبان في نلقاهم عند الصيدليات دكتور؟ تتباع عند الصيدليات، يعني انايا جينيرالمون كي يجوا كي ندير التقويمات يعني اوبليغاتوار يشروا هادو تقويمات، خاطش علاه مام كي تنظفي اسنانك ما يتنحاش، نقول لهم دخلهم اونتخ لي بغاكات ولا كيكونوا التركيبات هكذا هكذا. واش مثلا الله يشاهد فينا اللي نعم. عنده تقويم يروح لعند عند الفارماسي يقول له اعطيني ايه لي بروسيت انتر دونتير، هذو سي دي بروسيت انتر دونتير وما نستعملوهمش غير في التقويمات، قلت لك ميم كيكونوا التركيبات ثابته هنا كيكونوا المناطق وين ما توصلش لهم فرشاه الاسنان، يعني نقدروا ندخلوا هذو لي بروسيت انتر دونتير وننظفوا هذا بالنسبه لتنظيفها بهذه الطريقه. نعم. بالنسبه اللي ما عندهمش تقويمات الخيط، طريقه استعمال الخيط. نعم الخيط الاسنان فكرتيني حياة. نعم. خيط الأسنان لازم نستعملوه خصوصا كي يكونوا الأسنان بزاف متزاحمة فيما بينها، ولا ممكن تكتشفي عندك مرض في اللثة ولا مرض في الأسنان بخيط الأسنان. أكيد. يعني بمجرد تدخليه ويخرج لك شويه مفتول وفيه رائحه معناتها في المنطقه هذيك كاين مشكل. لازم تشوفي طبيب الاسنان، يا عندك مشكله في اللثه في هذيك المنطقه ولا عندك تسوس ما بين الاسنان وما بانش، يعني الخيط هذاك راح يبين لك بلي عندك مشكله في هذا المنطق او في هذه المنطقه او في هذه المنطقه. في ربما دكتور ادويه خاصه بالفم نعم. تشخصوها تعطوها للمريض حتى ينقص من مشاكل الرائحه. احنا النصيحه الاولى اللي نقولوها النظافة. أكيد. أكيد لازم النظافة تكون يعني، وتكلمنا على الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان. يعني مش مجرد تدخلي باك بغصادون في فمك معناتها راكي نحيتي الأكل، لازم 3 مينوت ولازم الطريقة الصحيحة. والطريقة الثانية إذا كان مشكل عندك لي بوش ولا عندك لي تاخ لازم يتنحى.
نعم. وبعد يبقى اذا كان كامل هذه المشاكل دونتيفيكيسيون ديالها يعني نيمبورت معجون الاسنان الطريقه الصحيحه لتنظيف الاسنان والمضمضه يعني يمدوا لهم هذوك غسول الاسنان يقدر يستعملوا يعني ثلاث خطات في النهار ولا على الاقل كي يجي يرقد خاطش على العمليات كامل تاع التخمر تجي في الليل خاطش في الليل قلنا هناك جفاف الفم وهناك يعني اللعاب ينقص اذا تزيدي ترقدي وما تنظفيش اسنانك يعني شتي الكارثه ما منظفوا اسناننا كي نوض الصباح نشموا هذيك الرائحه الكريهه خاطش كاين جفاف في الفم يعني تزيديها طين بله اذا ما نظفتيش اسنانك نعم. يعني شوفي حياه تتمحور كامل المشكله حول نظافه الاسنان نعم. وحول يعني زياره طبيب الاسنان زياره دوريه أكيد. يعني ما نخلوش لو ديشوسمون ونخلو التسوس ونقولوا عليه عندنا رائحه الفم الكريهه نعم في سؤال يقول لك دكتور مع مرور الاسنان انا وضعت مقوم لاسناني لكن نعم. مع مرور بالرغم من انه نقوم عليه شخصيا يعني نظفه شخصيا لكن نظفه. مع الوقت نظفه شخصيا لكن مع الوقت تقويم تقويم الاسنان تقويم الاسنان تقويم الاسنان مشكله كبيره حياه اذا ما كانتش طريقه صحيحه لتنظيف الاسنان تكون عنده الرائحه نقولوا له ينظف الاسنان تاعو بمعجون وفرشه عاديه ولازم لازم يزيد هذه نعم. اذا ما زادش هذه ونحى الاكل ما بين كل براكات يعني كل براكات في السن يعني حياخذ وقت كبير في في تنظيف اسنانه ويزيد يدير غسول الاسنان يعني متاكده باللي ما تقعدلوش رائحه الفم ان شاء الله دكتور ربما في الاخير واش تعطينا قالت لك شاديه جندي تقول لك كيف نعم. نختار الفرشاه المناسبه لاسناننا وكيف ننظف اسناننا صحيا بالفرشاه نعود قلتي اكيد نعم معليش نقول اعاده افاده نقولوها في عجاله دائما نختاروا يعني فرشاه الاسنان اللي تكون موين ما تكونش جور بزاف وما تكونش سوبل بزاف وكما قلت لكم لا تيت تاعها يعني الراس تاعها يكون شويه دائري باش تقدري توصلي ليه المناطق الخلفيه نعم. والطريقه الصحيحه يعني تنظيف الاسنان اذا نقولها لها في عجاله يعني تحط لابوس تاعها دائما زاويه 45 وتفرش اسنانها بطريقه صحيحه وتاخذ الوقت اللازم يعني الفوق من الفوق لتحت والتحت من التحت الفوق وتاخذ الوقت في الاسطح وخصوصا في المناطق الداخليه تاع الفم لازم اذا نساتهم تما لي تراكموا الاكل خصوصا في الاسنان تاع الفك السفلي يعني المشاكل كبيره كامل في اسنان تاع الفك السفلي من الداخل يعني كاين بزاف اللي ينساو ما يفرشوهمش وتما يكون لو كالكير ويكون المشاكل يقول لك دكتور كذلك بالنسبه لمعجون الاسنان هل تحبذ دكتور معجون الاسنان اللي يكون مثلا عنده رائحه النعناع ام روائح اخرى انا صدقيني نحب لي فيه لابيكربونات نحس فيه يعني نحس باللي الاسنان ديالي يعني تغسلوا بطريقه جيده بصح يعني نقولوا استعملوا اي معجون اسنان تكون الطريقه الصحيحه فقط لغسل الاسنان بذكر البيكربونات دكتور نعم. ونشوفوا انه كثير يحكموا الفرشات ويوضعوا البيكربونات الخاصه بالطبخ املين نشروها بيكربونات معليش حاليا بصح ماشي قلنا يعني ماشي بتكرار وماشي يوميا دوريا لازم نخلوا اسطح الاسنان ملساء هذاك هو السر اذا نحينا هذيك الطبقه الملساء هذيك اللامعه معناتها ترجعي السن تاعك عرضه لتلصق فيه الاكل والبكتيريا نعم هذيك الصحه يقول لك صحتك في جمالك وابتسامتك لاسنان نظيفه صحيه مشرفه شكرا نظافه الاسنان وصحه الاسنان صحه وجمال حافظوا على اسنانكم وحافظوا على نظافتها يعطيك الصحه واللي عنده مشكل في رائحه السن اكيد يروح لعند طبيب أسنان. الاسنان اكيد يعطيك الصحه دكتور مشكوره على الموضوع شكراً. من نظافه الاسنان وصحتنا في اسناننا واكيد ابتسامتنا في اسناننا الى تذكير ثاني باحوال الطقس مع المبتسمه دائما صبرينا موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس أينما كنتم صباحك سعيد من جديد الحياة ليك ولكل مشاهدينا الكرام إذا لنهار اليوم بحول الله مسرحة الأرصاد الجوية ترتقب تغيير تدريجي في حالة الطقس بداية بالمناطق الغربية حيث الأجواء ستبقى متقلبة مرفوقة ببعض الأمطار أجواء رعدية تشهدها حاليا المناطق الوسطى ستنتقل إليها الأمطار أو ستلتحق إليها الأمطار تدريجيا خلال الساعات القادمة بحول الله تبقى الرياح القوية تميز دائما المناطق الغربية
الغربية، حيث بإمكان حبيبات الرمال تبقى عالقة بسماء نحو المناطق الداخلية الغربية. شرقا أجواء مغشت جزئيا، تقريبا نفس الأجواء بشمال الصحراء والواحات، لكن احتمال لبعض الأمطار المحلية خلال الظهيرة بحول الله. أجواء غائمة جزئيا على منطقة الثورة ومشمسة من وسط الصحراء نحو أقصى الجنوب. يبقى تطاير الرمال يميز أغلب المناطق الجنوبية، مما سيجعل الرؤية رديئة، يجب أخذ الحيطة والحذر. الحرارة القصوى خلال ظهيرة اليوم بحول الله ستصل إلى 23 درجة بالعاصمة، في حدود 20 درجة بعنبة، 19 درجة بوهران مستغانم وتلمسان، 24 درجة منتظرة بقسنطينة، ما بين 18 درجة ببشار إلى غاية 21 أو بالبيض أقول إلى غاية 21 درجة بباتنا، 22 درجة منتظرة ببشار، 24 درجة بابن عباس وتندوف، 24 درجة أيضا بغردايا، ببسكرة، بولاد جلال، بالمغير، 31 درجة بإنمناس وإليزي، وترتفع إلى غاية 35 درجة بأقصى الجنوب. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، البحر سيكون كثير الاضطراب نحو سواحل الغربية، هنا الرياح ستشتد إلى غاية 60 كيلومتر في الساعة، رياح معتدلة بسواحل الوسطى، تشتد بسواحل الشرقية أيضا تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، والبحر سيكون مضطرب من السواحل الوسطى إلى غاية السواحل الشرقية. فيما يخص اتجاه الرياح سيكون من شرقي إلى شمالي شرقي. جولة خاطفة الآن إلى بعض عواصم شمال قارة إفريقيا، إذن أجواء مشمسة على أغلب العواصم، تكون غائمة بمدينة العيون المحتلة، 19 درجة منتظرة بتونس وطرابلس، 18 بالرباط، ترتفع إلى 22 درجة بالقاهرة، 25 درجة بالعيون المحتلة، 32 درجة بنواكشوط، تقريبا نفس المقياس بالخرطوم، وترتفع إلى غاية 39 درجة كان مقياس بنجامينا ونيامي. نعود إلى أرض الوطن على مستوى العاصمة بالتحديد، وقت الغروب سيكون في حدود الساعة 6 مساء و43 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة، أتمنى يوم سعيد إن شاء الله للجميع، ويومك سعيد أيضا حياة. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. شكرا لك صابرينا. تذكير بأحوال الطقس على مدار اليوم عبر قنوات التلفزيون الجزائري، لازلتم مع برنامج صباح الخير يا جزائري في تكملة لمواضيع مميزة. أكيد أنه إحنا من خلال البرنامج نهتم بكل شرائح المجتمع، النساء، الرجال، حتى الأطفال، لكن عندنا حيز مخصص كبير لكل شبابنا اللي نتمناو أنه عندهم طاقات كبيرة، نتمناو أنه يجسدوها على أرض الواقع. وأكيد الجزائر بين أيديهم، إحنا نعولوا كثير على شبابنا. من بين المواضيع المختارة والتي أعدها لنا فريق البرنامج وزميلنا ياسين أخديجات بالتحديد، تدعيم الشباب والمؤسسات الناشئة من طرف المنظمة الوطنية. باعتبار الشباب الجزائري عنصر فعال في التنمية المستدامة، تسعى الدولة الجزائرية إلى تشجيع استثماراته بتقديم التسهيلات ودعم المؤسسات الناشئة في مختلف المجالات لتدعيم الاقتصاد الوطني. المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية تسعى دائما لمرافقة الشباب والفاعلين الاقتصاديين في إنجاح مشاريعهم وتشجيع الإنتاج الوطني. المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية منظمة باترونا، منظمة رجال أعمال، تجمع بين رجال أعمال وخبراء اقتصاديين وإطارات المؤسسات الاقتصادية. بالنسبة للشباب، احنا عندنا زوج فروع، عندنا جيل اون دي مخصص للشباب، هذو عندهم برنامج في كل القطاعات والوزارات اللي راهي معنيه بالشباب، بالمؤسسات الصغيره والمتوسطه ومعنيه بالتدعيم. عندنا ان كوميسيون ناسيونال تاع لي ستارت اب الجيري، هذا لا كوميسيون ناسيونال تاع لي ستارت اب الجيري راهي متكونه من جزائريين مقيمين في الجزائر وجزائريين مقيمين في الخارج، في امريكا، في كندا، في انجلترا، في افريقيا. هذه اللجنه غادير في برامج باش يكون الشباب الجزائري في مجال ستارت اب، عندهم شركاء في الخارج يعطوهم الافكار، يعطوهم طريقه تجسيد المشاريع من مشروع فكره يولي مشروع مجسد على ارض الواقع.
قطاع الفلاحة يعد من أهم القطاعات الذي يسعى الشباب الجزائري إلى الاستثمار فيه من أجل إنتاج وفير. ندعو كل الشباب للاندماج في العمل الاقتصادي. راه عندك عدة فرص، راه كاين مجال استثمار فلاحي خاصة في الصحراء، أبواب الاستثمار الفلاحي مفتوحة في الصحراء، أي شاب يقدر يدير طلب، يقدر يتحصل على قطعة أرض، حاجة سهلة يعني. الشباب الجزائري الذين استفادوا من آليات التشغيل والدعم أنجحوا مشاريعهم، طوروها وامتصوا شبح البطالة. أبواب الاستثمار مفتوحة للشباب، يقدروا يتقدموا على مستوى المنظمة، على مستوى المكاتب الولائية، على مستوى المكتب الوطني، مرحبا بهم. نقدروا نعرضوا عليهم مشاريع، نقدروا يجيبوا لنا مشاريع نجسدوها لهم، تكون عنده أفكار نقدروا نوجهوه للبنك، نوجهوه للمؤسسة من أجل التعامل معها. احنا أبوابنا مفتوحة من أجل إن شاء الله نكريو لا ريشيرش، نكريو الامبلوا، نكريو مناصب عمل. بإذن الله إن شاء الله نعاونوا الشباب يكون عمل مشترك بيناتنا. الجزائر قطب اقتصادي بامتياز لما تسخر به من مقومات كبيرة وطاقة شبانية طموحة هدفها المنشود دعم الاقتصاد الوطني. طاقة كبيرة تزخر بها الجزائر وطاقة كبيرة أخرى يزخر بها صباح الخير يا جزائر هو أستاذي رباح الأصبع. صباح الخير. صباح الخير. كيف حوالك أستاذ؟ الله يسلمك. الحمد لله. مليح هذه الطاقة هذه. أنا لما يدخل أستاذي رباح الأصبع يعطيني واحد الحيوية، إن شاء الله تكون هذا النشاط حتى عند أبنائنا لهم يمتحنوا هذه الأيامات. ما يجب أن يكون. أكيد. ومن يجب من أين نبدأ من حيث يوجد التلميذ. صح. نبدأ من قدراته وطاقاته. ركن بيداغوجيا بعد؟ إن شاء الله بعد قليل. التفكير السليم للإجابة السليمة وهو تكملة للموضوع البارحة. نعم. وكانوا كثير من المتصلين قال لك ماذا به الأستاذ رابح الأصقع ده يتشرف علينا ويكمل في نفس الموضوع. وبما نعم. أنه رحنا في فترة الامتحانات وكنا تحدثنا أستاذ على البندورة والطريقة السليمة اللي راهم يتمتعوا بها أبنائنا اليوم، كل البيوت راهي تقول لك رانا حكمين الهواتف النقالة والمنبهات ونضبطوا الأوقات. جميل أن لما نضبط الزمن. صح. الوقت لما نضبط الوقت هو أساس العمل. وكذلك فيها المتعة وفيها كذلك النظام والتنظيم. أكيد. إذا النظام والتنظيم هو أساس كل عملية، إذا كان فيه نظام محترم وفيه تنظيم وفيه التزام وفيه إلزام. الإلزام والالتزام والنظام والتنظيم أكيد أن العملية تنجح، سواء في المراجعة أو حتى في منهجية الإجابة، خاصة نحن مع الاختبارات. اختبارات. إذن لابد من منهجية. بعض التلاميذ عندهم منهجية في المراجعة، لكن لما يجي الإجابة ما في منهجية، وبالتالي ما كوش توازن. صح. ما بين المراجعة أو والاسترجاع، لأن لما كنا أمام الورقة يعني في وضعية استرجاع ما سبق، استرجاع المكتسبات، استرجاع المعارف، يعني إزاء وضعية مشكلة. إذن كيف أجند قدراتي؟ والكفاءة ما هو تعريفها؟ هو عملية تجنيد الموارد اللي درستها. نعم. الموارد. لما إذا أحسنت التجنيد يعني مثل الجندي باش يكون يتجند، زي ما يكون يتدرب، تكون عنده طاقة وقوة، هكذاك نفس الشيء بالنسبة للدماغ والقدرات. إذن كيف نجند هذه الموارد الداخلية والخارجية؟ زوج أنواع. كاين موارد داخلية شنو هي؟ اللي درستهم مع الأستاذ في الكراس،
في الكتاب، والموارد الخارجية ربما من المراجع، من قناة المعرفة. أستاذ والله هنا فكرتني نقطة مهمة جدا، وأنا لما نسأل أنا لساني حال كل الأمهات الجزائريات. لما نشوفوا أبنائنا يحفظوا كما نقولوا إحنا فقط في الكراس، ما يمسوش كامل الكتاب، هل هذا خطأ؟ إحنا كأولياء لازم نرجعوهم، لأنه بعض الأسئلة تكون في الكتاب، يعطونهم أسئلة عن الكتاب وما تكونش في الكراس، وهي عبارة عن بياج بالنسبة لأبنائنا. الكتاب هو مرجع، هو الدستور، الوثيقة الرسمية ما بين المتعلم والأستاذ. نعم. وما يسمى بالوثيقة الرسمية. إذن حتى واجتهدت من الكتب الخارجية، هذا كله إضافة. على ذلك قلت لك موارد داخلية وموارد خارجية. موارد داخلية الأساسية اللي في الكتاب والدرس والكراس القسم. نعم. الموارد الخارجية هي المراجع، لكن التي تضيف على زيادة على شيء اللي ما فهمتوش، ربما تمارين أخرى. إذن ما يلزمش الخارجي راح يعوض الداخلي كما قلت، ما يلزمش، وإنما الأساس هو الوثيقة الرسمية. أكيد، اللي هو الكتاب الرسمي. اللي هو الكتاب الرسمي، لأن فيه أبعاد، فيه بيداغوجية. الناس اللي ألفوا الكتاب بيداغوجيين ومفتشين، صح، على بالهم ما معنى المحتوى. إذن إحنا في اختبارات، هذا الشيء كله ضروري من أجل الظفر بمعدل جميل إن شاء الله. نعم، مش رقم، قلت معدل. أنا شدد عليها أستاذ، وشدد عليها لكم أمهات. ما لازمش ابننا نضغط عليه لأنه لازم يجيب 19 18 بالضبط. ولد فوبيا. صح. أنا نظن أنه 11 12 13 فوق المعدل، المهم أنه يكون عنده المعدل. القضية قضية لما تكون في السنوات العادية العادية، علاش نضغط لازم 19؟ لو كان عنده بكالوريا قرر ندرب على 18 باه نجيب 15. صح. ما نشي بكالوريا، ما نشي، ما كاش سنوات العادية، يعني امتحانات الرسمية. رسمية نعم، لكن كي يكون سنة عادية المهم يجيب المعدل مليح. صح. والمهم ينتقل، المهم هو تنمية القدرات والتعلمات وليس الأرقام. لا نختزل الإنسان بكل كفاءته الوجدانية والمعرفية والحركية والمهارية في نقطة. نعم. منطقيا لا. حضرتنا معك مخطط؟ صور ومخطط؟ نعم، مخطط. نعم. دائما هو على الاختبارات. نعم. مخطط شوفي منيح القضية في هذه العناصر المهمة. وش عندنا السؤال والجواب والنقطة. مش هذا هو هذا الحملة كامل على جت ثلاثة هذو. صح، السؤال والجواب والنقطة. السؤال والجواب والنقطة. السؤال ما بين السؤال والجواب وش كاين بيناتهم؟ كاين التلميذ. التلميذ الآن راه يسأل ما هو نوع الأسئلة وكيف يجيب. هذا هو التلميذ في الوسط هنا ما بين السؤال والجواب وبين الجواب والنقطة. أكيد كاين الأستاذ. وبين النقطة والجواب بارك الله فيك، مجتهدة جدا. أنا مجتهدة. كاين الأستاذ أو المصحح. مصحح. نعم. العادي حاليا الأستاذ في الامتحانات الرسمية يوجد المصحح. نعم. وكل واحد عنده مهمة. نجول الآن إلى السؤال. الأسئلة اللي يديرها ناس، ربما هيئة، ربما مجلس، يديروا الأسئلة. في الأسئلة هذوك وش غادي يديروا هذوك الأسئلة؟ وهو يديروا أسئلة بيشوفوا مدى هذا المتعلم وصل إلى القدرات أو الكفاءات المعرفية، دروس المحتويات وحفظهم، وهل وصلنا للكفاءات التواصلية. ما مدى كفاءة تواصلية؟ يعني هل قدر يعبر وش راه يفكر التلميذ خلال رسم أو أفكار أو جمل؟ هل عنده آلية التوصيل والتبليغ؟ نعم. للفكرة. ثم الكفاءات المهارية، التطبيق مثل الخريطة والرسومات. يعني أسئلة تدور فيها ثلاثة تقريبا. نعم. الآن نجو إلى الجواب. الجواب في منهجية، قلنا بين الجواب والنقطة كاين مصحح أو الأستاذ. هذا المصحح هذا الأستاذ كذلك له خصوصيات. كاين الأستاذ اللي عادل، ما يدخلش كاع العاطفة، يقول لك انا يا جيب نقطة ما نزيد لك ما نقص لك كما نقولوا احنا. صح. وكاين بعض الاساتذه اخرين عندهم معايير اخرى، يشوف الاجابه، يشوف بان التلميذ هذا يشارك في القسم، يشوف اللي عنده مجهود خارج على الورقه هذه. ربما يشوف جماليه الورقه، صفه الورقه كيفاش منظم الاسئله، ما فيش حاجه مخربشه، لان هذه كلها تدخل كذلك في المعايير. صح. ان التلميذ يبين بانه منظم ويحترم المحتوى، يحترم المصحح. إذا هذا المصحح كذلك له شخصية وإنسان كما احنا. من أي شخصية ومن الخط أي صنف؟ أيضا من أي صنف أستاذ الأسقع بكل؟ أنا دائما العدل أم العاطفة أنا عادل بعاطفتي.
نعم. لماذا؟ لأن دائما هو نشوفه هو المستقبل، نشوف صح. أنا نقيمه مش على المعارف المحتويات، نقيم السلوك تاعو، هذا هو الجميل. نعم. ولازم هكذا يكونوا كل الأساتذة أستاذ، حتى وإنه خفق تلميذ في تلك اللحظة، أنا نظن إنه سؤال وإجابة مش هي اللي ترسم مسار التلميذ. محتويات هذا. صح. صح. هذه معلومات. نعم. الآن المقاربة الجديدة التربية الحديثة ما هي؟ هو تحويل المعارف إلى قيم إلى سلوك. إذا كانت معارف جافة يستحيل الإنسان يكون عالم إلا بالمحتويات، يجب قبل أن يكون عالما أن يكون إنسانا قبل كل شيء. صح. إحنا نخدم الإنسانية، أي تلميذ نريد وأي مواطن نريد وأي إنسان نريد، هذه الثلاثية، هذه تلميذ مواطن إنسان من متفتح على العالم من خلال مش المعارف، معارف أداة فقط، لكن بها أغير سلوكات. صح. تعديل سلوك. إذن المصحح له مسؤولية كبيرة في تقييم هذا المتعلم من خلال ورقة. راح نقيم السلوك والمعارف ونقيم المحتويات ونقيم حتى المبادرة تاعو أقيمها. نعم. نذكر بعض الأسئلة أستاذ، يقول لك كيف نضع تلميذ مخطط إجابة يتقيد به إجابة بناء على مراجعة صحيحة إيجابية، وكاين السؤال كذلك كيف تعزز معارف التلاميذ أثناء الإجابة، بالإضافة إلى سؤال آخر يقول لك أنه هل المرافقة النفسية في هذه الفترة واحتواء أبنائنا الممتحنين أساسي لمراجعة صحية واقعية وناجحة؟ وفي الأخير يقول لك أنا نظن أنه لازم لا نلوم التلميذ بقدر ما نلوم المتابعة في البرنامج. أكيد. هذا السؤال الأخير لخص كل الأسئلة. كل الأسئلة. نعم. ما دام التلميذ هو جوهر العملية. نعم. هو الكوكب إحنا النجوم ننظر عليه. إذا لابد أن ننظر إليه من عدة زوايا، من كل الزوايا حتى لا يتأثر. ربما كلمة فقط تأثر عليه تروح له كاملة القدرات. إحنا مش عندنا مشكل كلمات. كلمة تحفزه رايح أو لمسة على رأسه. رايح تكون عنده طاقة. إذن لا منحاسبوش إلا على المحتويات أو المعارف، هذا كلنا آلة من الآلات. نعلمه المنهجية، منهجية الإجابة معنى منهجية المحاورة. نعم. منهجية الاتصال. لأنه هو وش معنى كيف يحاورني أنا كأستاذ كمصحح، كيف يحاورني من خلال وثيقة، ما هوش معي في تصحيح. صح. ما يستقبل معك شخص من خلال وثيقة. إذن كيف أن هذه الوثيقة تعكس صورة ذلك التلميذ؟ هي همزة وصل بين التلميذ. نعم. هي همزة وصل. إذا ما نشوفش وثيقة كوثيقة ورقية، نشوفها كصورة معاكسة، مرآة معاكسة لهذا التلميذ اللي هو أربط هنا في أحسن تقويم. صح. أحسن تقويم بيكون في أحسن تقويم. إذا كان خلل نحن كأساتذة أو كأولياء أو كوسط هو بريء، إذا نلومه نروح نحن يعني. الآن كما قال السائلة منهجية الإجابة، الإجابة كذلك منهجية كما قلت في المقدمة. كما المراجعة عندها منهجية، الإجابة عندها منهجية. أولا كيف درناها البارح. نعم. كيف نخلق التصور من خلال الوثيقة. الأستاذ يشوف هذه الوثيقة تصور عليها، كذلك التلميذ يتصور هذه الوثيقة، ما هو المحتوى، ما مطلوب مني أنا، ما هو مطلوب من الدرس. إذن بعد تصور ندخل في الموضوع الداخل والتقنيات والمهارات. أعطيكم مثال فقط، كثير يقولوا بأن هناك لابد أن نسطر على المفاتيح كلمات المفتاحية. هذه منهجية مليحة، من كلمة المفتاحية نعرف حاجة أخرين. ويقول لك الكلمة بناء حروفها تدل على معانيها. نعم. حرف من كل كلمة نخرج منه عدة كلمات. هنا يعني أستاذ حاب توصل الفكرة أنه يجب على التلميذ تحليل السؤال جيدا قبل الإجابة. نعم. هذا مخطط. يعني أول حاجة التصور. علاش درون المسودة؟ المسودة هي مطبخ. صح. المطبخ احنا المطبخ دائما نقول احنا ممرون الحالة في المطبخ. صح. لكن لما يجيك ضيف وتعطي له هذيك الوجبة هذه في أجمل في أروع لوحة. نفس الشيء المسودة هو مطبخ للإجابة. الآن كيف ننقل المسودة هذه وننقلها؟ أحيانا يصرى أخطاء في عملية النقل، وأحيانا ننسى أشياء مهمة في المسودة، وأحيانا نلتب المسودة
والوقت راه يمشي كثير تصرى هذه المشكل للاسف. ما تقول لك ما كفانيش الوقت باش نكتب. وجاني سؤال الصباح احد السائلين ان بعض الاولياء يطلبوا بين التلاميذ يجيبوا المسوده نتاعهم تاع الاختبار باش يحاسبوهم. انا شخصيا نقوم بها. نعم. يعني ما هاني قلت لك انا هذيك من قوه حبك الخوف على طريقه الاجابه عند ابنائنا. لكن نحيتها استاذه. لازم نحيتها. نعم. لا لا هي ممكن تكون بصوره شامله. واش خدمت مليح وليدي؟ اخي جد مليح درت هذا شيء حاجه خفيفه باش تحس انه متابعه. نعم. لكن احنا بعض الاولياء في التفاصيل كيفاش عربت الكلمه هذه تشوف الاعراب الكلمه هذه ما يلزمش هكذا ومن بعد يتك ينهار يتوتر. اذا كيف يروح للماده المواليه في الفتره المسائيه هو محبط. وكاين بعض الابناء استاذ وبعض التلاميذ يخبوا ورقه المسوده مسوده كما نقولوا على الاولياء او يرموها يعني كما نقولوا عمدا حتى ما يشوفهاش الولي. نعم. هذه الرقابه اللصيقه الا تؤثر على التلميذ هذا؟ صح. معنا احنا رانا نشوفوا ابناءنا ارقام. صح. رانا نشوفوهم رقم، رانا نشوفوا كابن كانسان صغير وليس كشيء صغير. هذا انسان يحس يفكر بحاجه الى سند في اللحظه هذه. شكون السند تاعو؟ السند تاعو هو الولي، السند تاعو هو الاستاذ، هذا هو السند. اذا كان السند الرسمي ما راهش يساندني. من كيف؟ نعم استاذ، فقط انا ماذا بيا نجاوبوا على هذا السؤال. وهو من المتصل مصطفى نطاح نحيوه، يقول السلام عليكم اخي رابح، كيف يتم التقييم والتقويم التلميذ من خلال الضغوطات النفسيه في ظرف الامتحانات وخاصه التلميذ اثناء الامتحانات الرسميه؟ نعم، هي مهمه الجميع بدءا من اللي يكون في البواب في المدرسه الى الاستاذ الى المقوم، رجوعا الى الاولياء. حلقه نعم، هذه الحلقه لازم تكون حلقه تربويه، حلقه نفسيه، حلقه محفزه لخلق مناخ، لان الجو التربوي فيه شروط: المتعلم والمتعلم والمحتوى اللي هو البرنامج والمناخ. شتي؟ اذا كان مناخ صافي تعلمي رايح يكون جميل. انا عجبتني بكري كانوا ماشي بكري يعني اخرين كان في شاهد التعليم الابتدائي. نعم. يدهم يجوزوا امتحان في مؤسسه اخرى. والعام اللي فات والذي لان رجعوا يجوزوا في مكان مؤسسة. نعم. لماذا؟ لانه هو المناخ متعود على ذلك المناخ. يعني وش تحب انه يكون في مدرسته في مؤسسه؟ نعم نعم. في احسن. نعم نعم. لانه لو راح مؤسسه اخرى رايح هذيك البيئة تثير تساؤلات. أكيد. كيفاش البنيان هذا؟ كيفاش راهم يقرا وسكالي حاجة أخرى جديدة؟ احنا كي نروحوا نضيفوا خلينا نبداو حتى تخوف من المكان. تخوف نعم المكان. لأن المكان كما قال ابن خلدون للمكان والعمران علاقة بالإنسان واللسان. أكيد. الإنسان العمران والإنسان واللسان معناها التعبير. إذن هذه الثلاثية راح تأثر على الطفل، والطفل الصغير فضولي شغل غير الأسئلة. إذن كيفاش نوفر له هذا المناخ؟ هذه مهمة الجميع. إذن على الأقل كذلك في التعامل مثلا بالابتسامة. يعطيك الصحة أستاذ. الإجراءات هذيك تاع الصحية بالابتسامة، وبالابتسامة نطلب من العلي القدير أن يوفقهم في كل بالذكاء والاجتهاد إن شاء الله. يعطيك الصحة وبالابتسامة أقول لك كفيت ووفيت. يعطيك الصحة إن شاء الله. ومثل. ونلتقي دائما معك لنلتقي من خلال لنلتقي. أكيد. يعطيك الصحة الكل العميري علي شادية الكل عمراني عبد الرشيد يحييك أستاذنا أم رحمة، يقول لك كذلك حمزة من بروكسل، كذلك ناني من لندن، إلى كل المتابعين وكل جاليتنا في الخارج أستاذ يقول لك يعطيك الصحة على الموضوع. وإلى العمري كذلك منيا كذا تتابعك ايضا. الله يبارك ما شاء الله. ربي يحفظ الجميع ويحفظ ابنائنا. وانا نقطه مهمه جدا ذكرتها استاذ هو الكلام اللي يخرج من لساننا. الكلمات لازم ننتقيو الكلمات ليس فقط مع الناس وانما مع ابنائنا فلذتك اكبادنا، لانه بالله. اي كلمه تخرج من يعني من فمنا ما نعرفوش واش راح يخرج. نعم. هذا الطفل مؤثره جدا لانه الكلمه عندها تاثير كبير. كالسهم. واذا فاتت خرجت كما نقولوا احنا ماكش راح يرجعها. لابد يعطيك الصحه. احنا نتمنوا انه كل كلماتنا تكون ايجابيه من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر وتوصل الى كل قلوب المشاهدين. اكيد لمتنا لا تحلو الا ببقائكم معنا الى غايه
10. من المواضيع المختارة في البرنامج وكما عودتنا زميلتنا رشيدة إبراهيمي من خلال روبورتاجات الخاصة بالأساتذة بعلمائنا وبكل الرجالات اللي تفتخر بهم الجزائر، هذا الموضوع حول هذا التكريم. دأبت كلية الإعلام والاتصال على تنظيم ندوات أسبوعية بعنوان مسارات وإضاءات تضيء من خلالها مسار أحد أساتذة الجامعة الجزائرية وكذلك علماء الأمة. مسار اليوم خاص بعالم الاجتماع العالمي الأستاذ علي الكنز الذي توفي في نوفمبر 2020. اليوم نكرم المرحوم الأستاذ الإنسان الباحث علي كلنز، لأنه الكثير من الطلبة لا يعرفون هذا الاسم، ولاحظت من خلال مداخلات بعض زملائه سواء من المغرب أو من تونس أنه علي الكنز وباحث داع صيته المستوى المغاربي والعربي والأوروبي أيضا. شهادات الرفاق من أساتذة وطلبة مجروحة في حق السوسيولوجي علي الكنز الذي أثر الجامعة الجزائرية بأبحاثه ودراساته ومؤلفاته. أنا مقتنع من خلال هذه الندوات سيسعى الطلبة إلى العمل ربما أكثر مما فعله علي الكنز ومحفوظ قداش وأبو القاسم سعد الله وآخرون كثر، لأنه طالب يجب أن يتخذ من هؤلاء قدوة له. واليوم وسائل التحصيل المعرفي والعلمي متوفرة أكثر من أي وقت مضى. يعتبر الأستاذ علي الكنز أحد رموز العلم في الجزائر، ولهذا وجب تسليط الضوء على مساره وتقريب شخصيته من الطلبة وقد يكونون يوماً ما مثله علماً وفكراً. ولهذا نحن نراهن على هؤلاء الطلبة هذا الجيل، ولاحظنا مدى تجاوبه مع كل المواضيع التي عالجناها حتى الآن، وحتما سيزداد تجاوبهم مع المواضيع التي سنعالجها أو الرموز التي سنتطرق إليها لاحقا إن شاء الله. نحن أردنا من خلال موقعنا كجامعيين أن ننبه الطلبة بأن أمتنا غنية برموز الفكر والعلم. أجمع المتدخلون من الحضور أو عن بعد على عظمة فكر الأستاذ علي الكنز الذي بلغ صداه العالم وذاع صيته بين طلبة وأساتذة علم الاجتماع لما تركه من أثر طيب بعد رحيله. مشكورة زميلتنا رشيدة إبراهيمي على الموضوع. ركن العيادة بعد فصل قصير. دكتور صباح الخير، كيف أحوالك؟ لاباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله. دكتور، نسمع كثير بالشهر الوردي اللي هو خاص بسرطان الثدي واللي ربي يشفي شهر أكتوبر اللي يشفي ربي إن شاء الله يشفي كل النساء. شهر مارس هو الشهر الأزرق. الأزرق. وأنت راكي لابسة الأزرق. أكيد. ستاكلاندا كما يقولوا. نعم. وهو للوقاية
من مرض من سرطان القولون والمستقيم، واللي احنا رايحين اكيد من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر اللي برنامج التوعيه والتحسيس، نتمنوا انه كل المشاهدين راهم يتابعوا فينا يستفادوا من كل المواضيع اللي نقوموا بها. وطيله هذا الشهر بحول الله تعالى راح يكون عندنا وقفات للحديث عن الموضوع. تذكير نعم. الذكرى تنفع المؤمنين على بها كما قلتي شهر اكتوبر سميناه شهر الوردي اللي تسمى للامل باللي تما سي با لا فين دي موند ان سرطان كي ديري له كي تلقايه بكري كي تلقايه تما في الوقت المناسب يكون الشفاء ان شاء الله. احنا علاش نديروا هذه التوعيه؟ باش ناخذوا الامور بجديه في الوقت، لانه في كيما الدنيا كل تما افون لور سي با لور ابري لور سي ان بو ترو تا دونك. وعلاش خيرنا شوفي الشهر الوردي خيرنا اكتوبر لسرطان الثدي، والشهر الازرق شهر مارس خيرناه لسرطان الكولون ولا المستقيم المعي الغليظ تسمى اون جينيرال المعي الغليظ. وعلاه خيرنا لهم اشهر وكامل الشهر نتكلموا عليه؟ لانه من انواع السرطانات اللي نقدروا نديروا فيهم دي كومبان دو ديبيستاج، نقدروا نعم نديروا حالات تشخيص مبكر نعم. تسمى من الانواع اللي تصيبه تقدري تصيبيه قبل الوقت. على بها درنا له تما عطينا له شهر كامل، وان شاء الله راكي قلتي تما بوندو عندنا وقفات راح نديروا وقفات ونهضروا مع الجمعيات، وخاطر مليح تما واش لي سي كيفي افونسي لي شوز هما الجمعيات، الجمعيات تاع المرضى، لانه تما تقريبا كامل الجمعيات رؤساء الجمعيات يكونوا من المرضى اللي جازوا وعانوا وشافوا وين راهم تما يعرفوا وين راه المشكل، وين لازم وين لازم يدق، وين لازم وين يكتشف الخطر، وتما كيكون مشاكل تاع الادويه تما كيكونوا الجمعيات في نعم. مرض ما تشوفيه باللي تما الاخر لا بريزون شارج تاعو تكون احسن. والجمعيات عندنا هي شريك فعال اليوم هذه عشان نقول لك اكيد لكل يعني المجالات احنا شفنا صح شفنا لانها تنشط كثير في الميدان وتحتك بكل تحتك وتجيب ويديروا ايام تحسيسي. انا وحده يعني نشارك مع جمعيه الرحمه تاع بو مرداس تاع مرضى السرطان نديروا شوفي نديروا هذوما لي كومبان دو فاكسي دو ديبيستاج تاع التشخيص المبكر، نروحوا للدشور نديروا مناطق الظل نديروا مناطق الظل نديروا تما نديروا للاطباء تما نديروا دي كونفيرونس للاطباء، نروحوا للجامعات نديروا ليزيتيديون يعني انا ونمشي معاهم ونديروا تما ما كاش مكان ما رحنالوش تما رحنا شفنا الناس اللي ما قراوش والناس اللي قراو والناس الشريحه وكي نروحوا تما كيفاش نقولوا اون في بينيفيسي هذوك الناس اللي نروحوا لهم نجيبوا لهم دي بون تاع باش يديروا لا ماموغرافي باقل ثمن تما تفاهموا مع دي سيرفيس دو راديولوجي يعني نحاولوا كيفاش هاد سرطان الثدي ما توليش تما عقده تما نفتحوا لهم طريق المجال ايتو. نفس الشيء تما كي شافوا تما في العالم كي شافوا باللي شهر الوردي جاب الثمار تاعو حاولوا راهم يحاولوا يديروا نفس الشيء لسرطان الكولون. الكولون وعلاش نقول الكولون؟ لانه الناس كامل نعرفوا باللي في الجهاز الهضمي يبدا الجهاز الهضمي يبدا بالبلعوم وبعد يجي المعده وبعد يجوا الامعاء الدقيقه وبعد يجي المعي الغليظ وخاص تما لا ماجوريتي تما الاكثريه السرطانات كيكونوا في المعي الغليظ. نعم وذكروا فقط في المعي الامعاء الدقيقه يكون في المعي الغليظ. نعم وذكروا فقط دكتور لانه بعد سرطان الثدي وسرطان الرئه عند المراه وعند الرجل يحتل المرتبه الثانيه هذه هي. نعم وعلاش تما ثاني كما قلتي وعلاش ما اكدنا عليه؟ لانه صح سرطان الثدي هو الرقم الاول ويجي الاول عند النساء وبالمقابل عند الرجال لانه عامل تدخين يدخل عامل التدخين الرئة. وللاسف يعني درك ما من سبدوا يلحقوا للسرطان تما الاخر الرئتين ولكن عند الرجل هو يحتل المرتبه الاولى. وسرطان الكولون بنفس الطريقه هو النوع هو المرتبه الثانيه عند كلا الجنسين على بها تما كي نديروا التحسيس ولا تما لعامه الشعب ماشي نعم. كيما الثدي يخص غير المراه تما سرطان الكولون لكامل الناس وكامل الفئات كامل الاحتمالات كي وارده. انا نشفى كي كنت نقرا في 87 كنت نقرا في مستشفى هدايا بيغي ماري كوري تسمى مركز مكافحه السرطان كنت ندير لو ستاج تاع شيروجي في ستاج تاعي درت كيفاش يقولوا درت ان ترافاي درت ان رابور دو ستاج خيرنا لو كونسير تاع دوبور تسمى تاع لو كونسير دو ريكتوم درت عمل لقيت باللي اصغر واحد في هذوك المرضى كان في عمره 17 سنه باش تشوفي باللي تما كامل الاعمار تقدر تكون كل الشرائح يعني تقدر كامل الشرائح نساء رجال كبار في السن صغار في السن. هذه اليامات في العياده ان جون تما سبورتيف يعني رياضي
اللي يدير حمل الاثقال ايتو وداير عندهم هما شويه واحد كيفاش يقولوا عندهم واحد الحميه عنده واحد الريجيم شويه سبيسيال ياكلوا بزاف اللحوم ايتو دونك شاف روحه وسخ الدم كي وسخ الدم هو بالنسبه ليه قالك بما اني راني ناكل غير اللحوم يبسد كرشي تما ربط العلاقه ومن بعد اون فيت كونت شاف الشهر مازالو كي جا اون فيت كونت كان عنده سرطان يعني 28 سنه ويعني انسان سبورتيف تما انسان تما بصحه جيده يعني باش نقول الناس هذه باش حبينا ننبهوا الناس نعم. باللي كامل الاعمار وكامل تما الجنسين يقدروا يكون عندهم كيفاش تما نخمو وقتاش تجيني الفكره لعل ربما الاسباب دكتور تكلموا على الاسباب الاسباب هي الاسباب شوفي كيما كامل السرطانات ما نعرفوش السبب تما الرئيسي ما نعرفوش شوفي السرطان تما في لا ديفينيسيون في التعريف تاعو في شهر فيفريي كان هو اليوم العالمي 4 فيفريي كان اليوم العالمي تاع السرطان ما نعرفوش السرطان ما نعرفوش شنو هو نعرفو كيفاش يكون تما السبب ما نعرفوش ساعات تجي في الجينات ساعات يكون فيه عامل الوراثه كيما سرطان الكولون فيه عامل الوراثه نعم. تما قدمات القيف دكتور فقط كاين نعم. متصل من الشقيقه مصر الاميره علي يقول ان على حبذا توضحوا الكلام اكثر لانه موضوع يهمه ويقول لك انه ما فهمش ربما راني نهضر بالعربيه عاد تكلموا شويه بالعربيه الفصحى لانه كاين متابعين من دول شقيقه مرحبا يعني الحمد لله ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله قلت لك تما من الاسباب ديجا قلت لك عامل الوراثه نعم. وخاصه في سرطان الكولون سرطان الكولون فيه عامل الوراثه يعني اذا كان حالات في العائله أو كي تكون حالات في العائله الاحتمال ماشي معناتها وراثي 100% ماشي معناتها كي يكون الاب يعني الاولاد يعني درجه الاصابه ماشي درجه الاصابه تما الاحتمال يزيد الاحتمال يولي وارد تما لو كان انسان يقول لي وسخت الدم تما في الفضلات تاعو صاب الدم ونسأله ونلقى باللي عنده بابه ولا خاله ولا عمه ولا في العائلة كان سرطان أنا الاحتمال أول فكرة تجيني في ذهني هي نقول الاحتمال عنده سرطان يقدر يكون ماشي سرطان يعطيك الصحة يقدر يكون ماشي سرطان أقول لك أنه حتى ما يخوفوش كذلك لا 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 هذه هي يقدر يكون يعني قلت لك الاحتمال وارد إلا كان في العائلة تما لا نوسيون تاع هذه كاين باللي كان واحد عنده سرطان تاع الكولون ولا المستقيم الاحتمال يكون اكثر لكن اذا كان في خروج الدم يعني مش بالضروره ماشي ضروري لا سرطان. لا ماشي ضروري هي شوفي السبب يعني اللي يبادر الاذهان ديريكت من الناس داير يقول لك عندي بواسير انا نقولها بصح شكون قال لك عندك بواسير باسكو الناس يجوا ساعات تقولي طبيبه عندي وسخت الدم تما في الفضلات لقيت الدم وانا على بالي بلي بواسير نقولها شكون قال لك البواسير اسكنتي هل ترى انت اللي قلتي شخصتي نفسك قلتي بواسير او طبيب تقولي لا انا نقولها لا ما تسمحي لي ما نقدروش نشخصوا بالنظره ديالك تما لازم نروحوا نعم. العين تشوف واش كاين لانه اختلاف يقدر يكون بواسير صح خاصة المرأة اللي تكون حامل بعد الضغط هذاك تاع الصبي لأنه شنو هما البواسير؟ البواسير هما دوالي كيما لي فاغيس تاع الرجلين دوالي تاع الأرجل يكونوا في الدبر والسبب تاعهم هو الضغط تما أي إنسان كيما المرأة تكون حامل ولا إنسان اللي يوقف بزاف ولا الإنسان اللي يلبس مثال سروال ويزير السبتة تاعو تما أي حاجة دير الضغط ولا امراض القلب ولا كيما الدوالي تاع الرجلين يكون عنده دوالي هادو هما البواسير دونك الا لازم انا نروح نشخص نشوف الا بواسير اللهم بارك عندهم ادويه تنقص الاحتقان وتنقص هذاك الدم وتنقص الالم وتنقص الحكه لانه فيها كيكون كيما اي جرح كيبرى يكون عندك الحكه يقدر يكون ماشي بواسير يقدر يكون في الـ في الـ في, الـ في الشرج هذاك يتقطع تلم الانسان يكون عنده عسر في الهضم ومن بعد الفضلات يكونوا لانه قد ما يطولوا الفضلات في الجسم ينشفوا كيما كيكونوا في البرة اي حاجه تحطي حبه برتقاله في محطوطه تنشف اي حاجه تخليها تنشف دوك يكونوا الفضلات يابسين بزاف كيجوزوا على الدبر يتجرحوا هذيك سيلا الاخر كيفاش اسمها انفيسيغ انال تقدر تسيل بالدم ولكن وللاسف يقدر يكون سرطان تاع المستقيم ولا يعطيك الصحه اكيد لانه الموضوع راح يتكلم ان شاء الله كامل الشهر بحول الله مشكوره دكتور يعطيك الصحه يعطيك الصحه شكرا لك يقال كذلك انه شهر مارس نحتفل به كجزائريين لانه شهر الشهداء واحد من الشهداء الاذكياء الذين حيروا المستعمر بذكائهم كان يلقب بكيميائي القصبه عبد الرحمن طالب عبد الرحمن في هذا البورتري
نحن طلاب الجزائر، نحن للمجد أولى. عن الشهيد البطل طالب عبد الرحمن ابن حي القصبة التاريخي في 5 مارس 1930 من عائلة متواضعة. تميز الطفل عبد الرحمن بتفوقه في كل أطوار الدراسة إلى أن التحق بالجامعة قسم علوم الكيمياء. انضم طالب عبد الرحمن بعد اندلاع ثورة 1 نوفمبر للمجموعة المختصة في صناعة القنابل بمدينة الجزائر بوسائله البسيطة في مبنى بحي القصبة. استمر نشاطه هذا إلى غاية إضراب الطلبة في 19 ماي 1956. وبعد الانفجار الذي حدث بفيلا الورود بالأبيار والذي راح ضحيته رشيد كواشي المسؤول الأول عن صناعة المتفجرات بالعاصمة، سلطت بعد ذلك القوات الفرنسية القمع على طلبة الفروع العلمية والجامعيين. بعد أن استطاع طالب عبد الرحمن اكتشاف نظام التفجيرات عن بعد، التحق بعدها بالمجاهدين في الجبال لدى مجلس الولاية الثالثة برتبة ملازم. وفي 5 جويلية 1957 وقع الشهيد المناضل الشاب عبد الرحمن في كمين نصب له على طريق البليدة. تم حجزه في عديد المعتقلات من بوفاريك إلى الدويرة إلى الأبيار، وأمام التعذيب الكبير تحمل المناضل الشاب مسؤولية كل التفجيرات التي حدثت بالجزائر. وتم إعدام الشهيد في 24 أبريل 1958. وهكذا سقط الشاب البطل شهيدا على هذه الأرض ومن أجل هذه الأرض لتعيش أجيال الاستقلال في كنف الحرية والاستقلال. إذن كان هذا كيميائي الثورة وبطل من أبطال الجزائر، ربي يرحم كل شهدائنا الأبرار. شهر مارس كذلك فيه يوم مميز لكل النساء الجزائريات، وهو اليوم العالمي للمرأة الجزائرية. ضيف البرنامج بعد فصل قصير. لأني أحب المرأة الجزائرية قلت اليوم العالمي للمرأة الجزائرية. صباح الخير ضيفتي سيدة سعدي راوية، وهي رئيسة أو المكلفة بالتظاهرة، تظاهرة عروس الزبان من بسكرة. مرحبا بك، نورتينا في هذا الصباح. يسلمك يسلمك الأخت، ربي يبارك فيك، ولي الشرف أني نكون حاضرة معكم. شرف لينا، راح تمثلي كل النساء الجزائريات اليوم، خصوصا منطقة أهلنا نسائنا في بسكرة. واليوم راح نتكلموا عن هذه التظاهرة اللي هي تتزامن مع الشهر مارس والاحتفال باليوم العالمي للمرأة. نعم، هي في الأساس المرأة هي عنصر من عناصر الحياة اللي ما نقدروش نستغناو عليها، واللي نحييها بصفتي كمرأة، ونحيي أي مرأة تكون حتى ولو مش في الجزائر، يعني الوطن العربي كامل. احنا في الخصوص في الوقت هذا تتزامن مع 8 مارس اللي هو اليوم المقدس عند أي مرأة، أنه نديروا مزج بين المرأة وش تقدر تنتج، المرأة وش تقدر تفكر، المرأة وش تقدر تكون، يعني عنصر من عناصر الجمال. في هذا الويماغس درنا في بسكرة اللي هي أول مرة تكون في ولايتي، تكون في ولاية الجنوب، تظاهرة نبرزوا وش تقدر تخدم. عندنا أنامل ذهبية، عندنا ناس يخدموا حرف يعني ما شاء الله، وخاصة لمسها في الحدث تاع الويماغس. بغينا نبرزوهم وبغينا نجمعوا النقاط الجمال بين عروض أزياء، بين حلاقة، تزيين، وكذلك حرف يدوية، يعني منتجات يدوية
تحت أنامل ذهبية. هي فرصة كذلك لإبراز كل قدرات النساء، وفرصة كذلك لاحتفال بالمرأة. بالنسبة لهذه التظاهرة، المشاركات كانت على يعني يشاركوا يجوا عندكم، أم أنه المشاركة راح تكون يوم 8 مارس خصيصا؟ هي المشاركات قسمت على يومين. اليوم الأول برمجناه أنه تكون مسابقة في الحلاقة، نعم، في ميدان الحلاقة، خاصة أني أنا المكلفة بالولاية الجنوب وكذلك رئيسة الولائية للحلاقة والجمال في بسكرة تحت غطاء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين. درنا أنه حبينا أنه نوفر للناس مسابقة احترافية تبرز أحسن قص، أحسن ميك أب، أحسن شينيو. واليوم الثاني راح تكون فيه معرض للأعمال اليدوية، نعم، كانت حاضرة معنا الأخت ومان من أنامل ذهبية، تعمل صابون طبيعي، مستحضرات التجميل طبيعية، يعني من الألف للياء كل شيء تخدمه طبيعي. وكاين حاضرين معنا ناس يخدموا حوايج يعني أشياء للتزيين في المنازل. كانت حاضرة معنا الأم معتز من ناحية المأكولات التقليدية، وفرت المأكولات التقليدية وتبين يعني أنتم ما مزجتوا كل الأشياء اللي تقدر تقوم بها المرأة الجزائرية كذلك. وراح تكون حاضرة معنا عروض أزياء تقليدية وتكون بطبعة جديدة، بطبعة يعني إن شاء الله. نعم. أنا بالنسبة للمشاركات راح تكون مختصة ومقتصرة فقط على ولاية بسكرة، أم أنه في من ولايات الجنوب الأخرى؟ هي كانت مختصرة يعني على ولاية بسكرة، لكن تفاجأت أنه جميع الولايات كانت مهتمة بهذا الحدث، وكانت فرحانة. وأكيد يعني كاين ناس، النقطة الأخت يعني اكتشفتها في تظاهرة عروسة الزبان، أنه الناس حابة تعرف ولاية الجنوب من ناحية السياحة، صح، حابة تزور منطقة سياحية ما شفتهاش قبل. ثم هذه اللي خلتني نزيد نخمم في أمور أخرى باش نوفروها من وجاي، لأنه صراحة سياحة بلادنا لازم احنا اللي نعطوها قيمتها ونعطوها الديزاين اللي لازم تكون فيه. وهي فرصة كذلك للترويج من خلال كل الأشياء، نعم، اللي كانت حان تقوموا بها للترويج كذلك لسياحتنا الجزائرية، وإحنا نقولوا أنه الجزائر بلد جميل، قارة وجميل جميل، خصوصا بسكرة رائعة. نعم. بالنسبة للمشاركات الآن، لما تكلم روية عن المشاركات، التتويج راح يكون يوم 8 مارس، 8 مارس. يعني الحفلة راح يكون يوم 8 مارس، الحفلة راح يكون 8 مارس بحضور نخبة من نجوم الجزائر بتنشيط يحيى طبيش الأخ اللي نشكره، نحيوه أكيد يحيى. يعني إنسان ولا أروع، إنسان في القمة، وتفاجئت وفرحت أنه هو عايجيني من الجزائر على جل باش يكون في الحدث هذا، صح، نحيوه بصفته. وحيكون فيه أكيد مجموعة من مصممات الأزياء، كاين صالونات حلاقة، كاين الأخ نصر من الجزائر العاصمة راح يكون الحكم في المسابقة للرجال بالنسبة للقص. وراح تكون فيه تكريمات لعيد المرأة، تكريمات نخبة من نساء بسكرة، اخترت من كل إدارة زهرة يا ما شاء الله، واخترت ربة منزل، أرامل، يعني تكون مجموعة من حاولت على قدر المستطاع أنه نمس يعني كل فئة، نمسوا منها مرأة، واخترنا أنه تكون تتكرم في يوم 8 مارس في يومها، صح. أنا النقطة اللي عجبتني فيك روية أنك اسم روية تعرفيش معناتها أنه الإنسان اللي تسقي والعطاء ما شاء الله عليك. لما ذكرت المرأة الماكثة في البيت، نعم، وإحنا نقوله أنه المرأة الماكثة في البيت، أنا نظن أنه هي تخدم وتعمل أكثر من المرأة اللي عاملة في برا، ولا اللي عندها ربما أشغال خارج البيت، حتى هي مبدعة المرأة في البيت. نعم والله، يعني الأخت اكتشفت في هذه التظاهرة أشياء، هي كنا في معلوماتنا أنه المرأة في البيت أنها تكون في البيت ربة منزل، أم لأطفال فقط، لكن في هذه التظاهرة اكتشفت أنه كاين نساء عديدات أنهم في المنازل يعملوا أشياء يعني ولا أروع،
دراسة، كأنها يعني دارسة دراسة، كأنها يعني فنانة، فنانة صح. مختصر مفيد فنانة، وهذا هو المختصر أن المرأة الجزائرية بكلها هي فنانة. بالنسبة للجنة التحكيم راح يكون فيها لجنة مختصة من نعم. عالم الطبخ، الأزياء والحلاقة، أم أنه من لجنة من ناحية أخرى؟ نعم، من ناحية اللجنة هي راح تكون مختصرة على اللجنة الوطنية للحلاقة والجمال تحت رئاسة بشرى جعفري، وراح تكون رئيسة الوطنية للحرفيين والتجار نعم. نزيها بن علي، هادم يعني هما الرؤساء، ومع يعني أنا شخصيا راح نكون فريق. هو التقييم راح يكون مختصر على الحلاقة فقط، لأنه حبينا هذا 8 مارس يكون مختصر على الجمال، لأنه نحن في الجزائر قليل ما نعمل مسابقات احترافية بين الحلقات بين الهواة، يعني أعطينا فرصة حتى للهواة، حتى اللي ما عندهاش يعني شهادة معتمدة وتكون فنانة، أعطينا الفرصة أنه تبرز هذا الفن وتكون يعني واحدة من الفائزين إن شاء الله. لما لا، بما أنك رئيسة لجنة وطنية أكيد أنه أعمالكم ليست فقط من خلال 8 مارس نعم. لكن تنشطون على كل على مدار العام، من أهم النشاطات لكم تقوموا بها؟ النشاطات هي أنا في يوجد نشاطات خيرية ويوجد نشاطات اللي تكون تبرز معالم 8 مارس يوم العالم كذلك. يعني كنت شاركت في دورة مجانية خيرية للناس اللي يكونوا في الطفولة المسعفة في المراكز البيداغوجية، يعني كمجموعة من الحلقات رحنا عملنا يوم مع الأطفال، عملنا لهم تزيين قص، يعني وفرنا لهم الجانب اللي ممكن ما هوش متوفر في المراكز، خاصة في الطفولة المسعفة، خاصة في المراكز البيداغوجية، يعني لمسنا لمسة جديدة صح. يعني ولا أروع صح. المرأة الجزائرية كل الأيام هي أيامها، ليس فقط 8 مارس أكيد. لكن نقوله هي فرصة حتى نعبرونها عن مدى احترامنا الكبير لكل فئات أكيد. المجتمع، النسوية، العاملة، الماكثة بالبيت، الأستاذة، الطبيبة، الكل نعم. يكمل نعم. الآخر. وأنتم كجمعية هذا هو هدفكم اللي تطمحوا له، الهدف الرئيس من 8 مارس عندكم أنتم كجمعية، وش راكم حابين تخرجوا منه لهذا اليوم؟ إحنا هذا الهدف الوحيد أنه نلتقي لنرتقي، نرتقي صح. هو كان شعار المهرجان، لأنه صراحة الأخت يجب تبادل الخبرات، تبادل المعرفة، تبادل الشخصيات، لما لا؟ هي وين ما تكون تجربة تكون في هذا اللمسة الجميلة، أنه أنا نتعرف على حلقة صح. ولا نتعرف على إدارية في مكان ما، عندنا 48 ولاية ومع زيادات الولايات الجايين، احنا ماذا بينا نكون قطر وطني وإحنا اللي نبرزوا هالجمال تاع الوطن ونعطوا حقه وحق المرأة الجزائرية. جميل جدا هذه الهمزة التواصل بينك وبين النساء وبين الجمعيات الأخرى في على مستوى 48 ولاية. الجميل جدا كذلك سيدة راوية أنه كل النساء تأخذ حقها من خلال هذا اليوم، من خلال التكريمات التي راح تقوموا نعم. بها نعم. ربما التكريمات راح تكون على شكل ماذا؟ حتى التكريمات هي على أساس أنه مفاجأة خلاصنا علي لا حصرية البرنامج تفضلي حصرية للقناة. عملنا انه النخبة من النساء من كل إدارة من كل فئة زهرة، وراح نهدو لها زهرة أكيد. وهدية رمزية مع شهادة تقدير واحترام للمرأة المكافحة أكيد. وإحنا نحترمكم كثير على كل الأشياء اللي تقوموا بها في الميدان من أجل المرأة الجزائرية. في الأخير وش تقدري توصلي رسالة للمرأة، خصوصا أننا نقول نركز على المرأة الماكثة بالبيت، أنه ما تفشلش، بالعكس المرأة بالبيت، المرأة الماكثة بالبيت هي الركيزة الأساسية للمجتمع الجزائري. هي نصيحتي أو يعني مقولة يجب نوصلها لكل مرأة، أنه ظروف الحياة هي صح تعطينا نوع من الفشل، لكن يجب للمرأة أن تكون أقوى وأن تحدد مسارها للأمام وألا تفشل مهما كانت الظروف صح. مدام الله هو الراعي، يعني الحمد لله الواحد يكون مدامنا مسلمين وكاين الله لله. ولا كل شيء بإذن الله سهل، ما عليها غير الطموح
تنفيذ طموحها. يعطيك الصحة روية، كنت معنا من خلال برنامج صباح الخير، مشكورة كثير، يعطيك الصحة والشرف لي. يعطيك الصحة روية، كنت ذكرتي مع في الكلام قلتي انه في امرأة تخدم اشياء جميلة جدا بالصابون الطبيعي. نعم. وحنا نقولوا انه كل نسائنا عندهم هذه الانامل الجميلة. نعم. وراح ندعوك كذلك تشاهدي معنا هذا البورتري مهدى ليك شخصية، لانك تحبي كل الاعمال اليدوية اللي تقوم بها المرأة الجزائرية. نعم. كثير من النساء تبحث في روتينها اليومي للعناية بالبشرة عن صابون فعال يعني يكون جيد لبشرتها. هذا ما راح تاخذنا وتاخذنا ليه زميلتنا حوري ياريش في هذا البورتري لامرأة تصنع الصابون الطبيعي. J'ai trouvé les formations dans le salon artisanal sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé plusieurs formations, j'ai fait le savon à froid, c'est le meilleur savon. Ensuite, j'ai fait d'autres formations sur le savon pré-séréné, sur le savon mou. اللي هو صابون زايا. باش تكوني عارفه الصابون يتخدم بالزيوت الطبيعيه، الحاجه الزيت الطبيعي الاول اللي نخدمو به هو لا باز في الصابون تاعنا هو زيت الزيتون. كاين زيوت واحد اخرين ثاني. بون باش نبدا لا بريباراسيون تاعي نسبق زيت الزيتون هو الاول، ومن بعد نخلط له زيوت واحد اخرين كيما الزيت تاع نوا د كوكو، زيت الخروع، دو ريسان، ميل دامون دوس، هادو كامل يدخلوا في لي بريباراسيون تاع لو صابون تاعنا. سي بور سا لو صابون تاعنا اي ريش اون فيتامين. مش صعوبات كبيرة، درت لا فورماسيون تاعي، بديت نخدم، جي غيوسي مي صابون، ومن بعد رحت ديريكتومون لا شامب دارتيزانا، بعثوني لعند لونجيم، لونجيم يفون دي كريدي، سبيسيالمون للأشخاص اللي يخدمو في الدار. الحلم تاعي كيما توت بيغسان عندها ان بروجي سواتي كبر ديرو اون اكستنسيون، يكون عندي ان اتولي، تكون عندي اون بوتيك وين نبيع مي برودوي. بالتوفيق لجميع النساء الجزائريات النساء المثابرات. من بين اخر الإحداثات الأخيرة يقولوا أنه الجزائر صنفت كأفضل وجهة سفر محتملة للمغامرات في العالم للعقد القادم من قبل منظمة بريتش بيك بيكر سوسايتي، أي الحقيبة البريطانية للرحالة. وأنا نظن أنه الجزائر صح هي قارة وليس احتمال أنه تكون وجهة سياحية، لكن هي وجهة سياحية بامتياز. والآن وجهتنا إلى استشارات قانونية. معنا نسيمة، صباح الخير. كيف حوالك نسيمة؟ لاباس؟ الله يخليك حياة، تحية صباحية ليك. مرحبا بك ومرحبا لكل محبي الاستشارات القانونية. أكيد سمحتيني، تحية صباحية ليهم بطبيعة الحال. كل أحوالك لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. رائع، كنت نسمع شيء رائع عن الجزائر. عن الجزائر طبعاً. اكيد نعم. دائما شوي دائما تدخل النسيبه بالجزائر. والله ما درتها بالعين على بالي. معلش نسيمه، لا تقي بعدها فاصل بطبيعه الحال. تفضل.
وموضوع نسيمة هو إشكالات التنفيذ. أكيد. نعم. إشكالات التنفيذ شنو هو؟ باش نفهم فقط الناس اللي اليوم حابة نبسط الفكرة باش يفهموا فقط الإجراءات لأنه مسائل إجرائية. إشكالات التنفيذ وش معناها؟ يعني شوفي كل شخص همه أنه مثلا عنده نزاع ناس تعداو عليه، ناس داولوا شيء معين، راهو يسال عند ناس، ناس بناولوا، يعني مختلف النزاعات اللي ما فين تحدثوا عليها. نعم. الهدف الشخص من خلال رفع دعوة أنه يوصل إلى تحقيق إما يسترجع الحق تاعه أو يوضع حد للتعدي. فلما يجيب حكم قضائي الهدف أنه يروح ينفذه. نعم. فإشكال التنفيذ وشنو هي؟ أنه لما يجي الشخص هذا باش ينفذ الحكم يوقع في شيء ما أو عوائق ولا إشكال معين يخلي هذاك الحكم ما نقدروش ننفذوه. هذه هي إشكال التنفيذ. نعم. يعني نوصل باش ننفذ الحكم ولكن ما نقدرش ننفذ الحكم. انا حبيت نوصل للناس فكره انه اسئله كثيره جاتني على اشكال التنفيذ هذه الناس ما قدروش ينفذوا. فهموا بالاشكال التنفيذ مش معناها خسرت الشرع، هذه بلغه بسيطه بالعاميه، ماشي معناها مثلا النزاع اللي كان عندك من قبل ولا حكم اللي اعطى لك الحق خلاص راك خسرت الشرع وراح. لا، هي عباره عن توقيف مؤقت باش توقيف مؤقت لتنفيذ هذا الحكم لحين معالجه شيء في الحكم. راح نوضحوها وش معنى إشكالات. هي العبارة العوائق كما قلنا ولا إشكالات اللي تظهر أثناء بداية التنفيذ. يعني ما تقدرش مثلا تدري إشكال نفذت عليك ولا عندي مثلا باش نوضح لهم فكرة، عندي مثلا حكم تعطرت من مكان معين، ماشي معنى أنت عندك إشكال راح نوضح لك طبيعة الإشكالات وأنواعها وأنت مثلا نفذت عليك وخلاص جيت تنفذ زي ما تدري الإشكال ما حتى فائدة، لأنه الهدف من الإشكال أني نوقفك وهدفي أنا أني ما نخليكش تنفذي الحكم. نعم. وش الإشكالات هذه وش أنواعها؟ قاعدة الإشكالات باش نوضحها تتعلق بالطرف اللي جاية نفذ عليه. مثلا باش نعطي الناس تفهم بالأمثلة. أنا وياك رانا بعنا شرينا نفذنا حتى أنا نسيمة نفهم بالأمثلة. أكيد. يعني الأمور كنا نهضروا تجي سهلة توصل الفكرة. نفترضوا مثلا أنه إشكالات تتعلق بالطرف الطرف النزاع. مثلا أنا عندي حكم باش نجي ونفذ عليك مثلا بعد شر عليك مثلا طرد من الأمكينة. نعم. فأنا لما جيت باش نفذ عليك الحكم حدد لي طرف معين. قال مثلا ما قوش حايل ولكن طرف معين مثلا باش نجي نفذ عليه. جيت أنا ما لقيت الشخص هذا في المكان فما يقدرش محضر قضائي ينفذ لأنه طبيعة الحكم في المنطق تاعه محدد لشخص معين هو لازم نفذ عليه. ضرورة وجود الشخص وإلا راح نمس بالمراكز وحقوق الأطراف. نعم. قادر مثلا الإشكال يتعلق بموضوع النزاع في حد ذاته. مثلا نروح أنا باش نفذ باش نوضح لهم روح نفذ على مكان معين أنا كي نروح ما نصيبش مسكن أنا مثلا عندي حكم مثلا باش نفذ على مسكن معين طرد أنا كي نروح لهذاك المكان على حسب الحكم العنوان نصيب ما كاش مسكن محضر القضايا ما يقدرش ينفذ فهنا إشكال يعتبر إشكال أنايا. أو مثلا نروح باش نفذ على شخص معين على أساس أني نسال له فيقول لي اسمح لي هاوليك نقدم لك مثلا كل وثائق لتثبت أني خلصت الشخص هذا. فطبعا هنا ما يقدرش ينفذ المحضر القضائي. قد يقع مشكل حتى في المنطوق أنه المنطوق في كثير من الأحيان ربما يكون ماشي واضح. نعم. مثلا عنده تنفيذ او عنده على جزء معين فالمحضر القضائي يعني وقع هنايا او في حد ذاته ما يفهمش كيفاش راح ينفذ راح ينفذ على هذا الشيء وراح ينفذ على جزء معين فهنا يستدعي تفسير الحكم منطق الحكم وش يقصد القاضي باش نجيو ننفذوا. نعم. علاش الاشكالات هذه لازم نوقفها كما قلت لك مثلا نجي ننفذ انا على مكان معين ونجي نسب عنوان اخر او مثلا جاي ننفذ على مسكن نصيب في هذاك المكان اللي جاي ينفذ المحضر القضائي ما كاش مسكن هذا. ولا مثلا كما قلنا اشكال كنا تحدثنا جو الطرف الثاني يقول لك انا هذا المسكن تاعي كيفاش حنفذ عليه. فهنا لو كان نفذوا محضر القضائي هنايا راح واش يكون نكونوا مسينا بمراكز اطراف وبحقوقهم. صح. فلما شكون اللي يهمه انه يدير اشكال اذا جاء المحضر القضائي وجاي ينفذ ولقى عائق لقى مشكل ما يقدرش ينفذ هو اللي يطرح الاشكال والطرف الثاني جيت نفذ عليه مثلا جيت نفذ عليك انا فانت يهمك انك تحبسيني ماذا بيك توقفيني باش ما تخليش التنفيذ تاع الحكم ولكن كما قلت لهم ونعاود انه التوقيف يكون مؤقت يعني اذا اطلنا اشكال هذا يطرح امام رئيس الجهه القضائيه راح يشوف اذا كان اشكال جدي لانه كان كثير من الناس ربما الاشكال ماشي جدي مثلا يطرحوا اشكالات ويوقفوا لاسباب معينه ولكن ما كانش اشكال فعلا صحيح احنا اشكال جدي اللي يستدعي معه ان نوقفوا التنفيذ فهنا القاضي رئيس الجهه القضائيه واش راح يطلب مواصله اجراء التنفيذ واذا شاف انه اشكال جدي فعلا ما نقدروش ننفذوا لازم نصحوا هذاك الجزء لازم نوضحوا المنطوق هذاك باش ما نمسوش بحقوق الناس ومراكزهم باش يعني مثلا جاء طرف ثالث كما قلنا حنايا قال مثلا انا راني مخلص ولا هذا مسكن تاعي مثلا في حاله الطرد ولا مثلا كتسلي الدين ولكن انا خلصت الشخص هذا انا عطيت له هاوليك الاثباتات الى غير ذلك. نعم. فهنا واش يدير القاضي راح يوقف مؤقتا
وراح يبعتهم لقاضي الموضوع، هو ما ينضرش في الموضوع. باش نوضح للناس بين قوسين، اشكال ماشي معناها انا درت اشكال قال حكموا لي مثلا 50 مليون في المحكمه والله غير كي ندير اشكال نطلب 100 مليون ما نقدمش طلبات جديده. والاشكال كما قلنا نعاودوا ناكدوا ما يندارش بعد استيفاء كل اجراءات التنفيذ. اذا كنت انا نفذت حكم واش الفائده اني ندير اشكال وما تقدمش كما قلت بطلبات جديده وما عنديش الحق اذا ان نقدم نغير طلبات اللي كنت قدمتها ولا نطلب تعويض او ما شابه ذلك. فهو توقيف مؤقت، متى شاف القاضي انه اشكال جدي راح يوقف لك مؤقتا لحين اذا صحوا واش كاين وضحوه ولا تفسير الحكم، ومن بعد تدي هذاك الحكم تروح تنفذ ما كان حتى اشكال. مش معناها خسرت الشرع وناكدها، يعني هو توقيف مؤقت لحين اذا كما قلنا حنايا نوضحوا النقاط او ازاله هذا الاشكال اذا كان موجود. اذا ما كانش موجود القاضي طبعا راح يقول لك صح. يعني يروح ينفذ مباشره. هذا الشيء اساسي بالنسبه لاشكالات التنفيذ. نعم، يعني هنا الناس نسيمه فقط لازم يعرفوا انه اذا ما تمش تنفيذ الحكم ليس انه مرفوض ولا خلاص، لكن كيفاش لازم يعاود يروح يشوف ام انه هما يبعثوا له كيفاش يقوم دوك محضر القضاء اذا الاشكال ولا الطرف الثاني مثلا اللي جا جينا نفذوا عليه هو اللي وقف دار اشكال فواش راح يدير؟ الطرف الثاني لازم يقدم ادله فعلا باللي مثلا فعلا في اشكال اكو تنفذوا على شيء معين، الطرف ربما العنوان ماشي صحيح، ربما المكان هذا اللي كنت تنفذوا عليه ماشي هو الموجود المسكن الى غير ذلك. شوفي اذا كما قلت كان اشكال جدي وين يروحوا؟ يروحوا امام رئيس الجهه القضائيه وين اثير امامه اشكال في التنفيذ، ماشي مثلا هو يشير في محكمه معينه روح انايا لمكان معين، لا وين كان الاشكال نروحوا رئيس هذه الجهه القضائيه. اذا شاف بلي كما قلت الاشكال كان جدي راح يوقف مؤقتا، وين يروحوا من بعد؟ يقتلوا من يروح؟ يروحوا امام قاضي الموضوع، ما يروحوش امام الرئيس اللي كان فصل في الاشكال وقال لك فعلا هنالك اشكال. يروحوا امام قاضي الموضوع، مثلا اذا كان نزاع تجاري يروحوا امام قاضي تجاري، اذا كان نزاع عقاري يروحوا امام القاضي العقاري على حسب الاختصاص. وكي يروحوا امام قاضي الموضوع الاشكال وين كان يصحوه. قال مثلا هذاك راح ينفذوا ماشي في هذاك العنوان، نصحوا العنوان فقط باش يروح مثلا المحضر القضاء ينفذ بعد ما ينصحوا العنوان خلاص ما كان حتى مشكل. اذا كان مثلا كان اطراف معينه في الامكنه نضيفهم ولا نضيف وكل شاغل باذنه باش ما نوقعش انا في اشكال، مثلا نجي نفذ على مثلا شخص معين ما نصيبوش خلاص ما نقدرش نفذ. اذا كان مثلا في حالات معينه كما تحدث كان في سيده كانت اتصلت بينا هي قالت كان كنت خلصت وجب باش ينفذ عليا، نروح امام قاضي الموضوع نقدم ما يثبت اني انا سددت الديون اللي عليا باش ما يجوش ينفذوا عليا. شكرا نسيمة. هذه هي والاشكال ينتهي. والاشكال ينتهي في الاخير. اش تقدري تقولي؟ طبعا الاشكالات هي مليحه اننا نتفادوا باش ما نمسوش بالاطراف، ولكن متى كان الاشكال غير جدي القاضي راح يحكم الطرف الثاني باش يخلص تعويض وغرامه. يعني الانسان يردوا فقط بالهم انه ماشي فقط مجرد اشكال تعسفي برك، لانه في اجراءات تتبع ويكون طبعا بطبيعه الحال مؤسس. يعطيك الصحه نسيمه. العفو حياتي. نلتقي الاسبوع القادم بحول الله باذن الله وموضوع جديد في الاستشارات القانونيه، دائما من خلال البورتريهات المعدات من طرف الطاقم الصحفي لبرنامج صباح الخير يا جزائر. هذا البورتري الذي اعده لنا زميلنا حمزه عبان الذي يتحدث عن الشاب انيس هذا المبدع والذي يحب كثيرا كره القدم. ككل شاب في مقتبل العمر كانت الرياضة المفضلة لأنيس هي كرة القدم، حيث بدأ في ممارستها منذ الصغر ليتدرج في كل الأصناف ويتعلم على أيدي مدربين لقنوه معنى هذه الرياضة المحبوبة لدى الناس. بديت كنت صغير نلعب هكا في الحومة، بعد تروحي بلي مستوايا تاع لاعب كرة قدم نقدر نروح لبعيد. بديت نماركي في ليزيكيب، دخلت لي قبلوني ولقيت روحي بلي في المستوى، واني شاك عام نسي نطور من نفسي بلي زونترانمون بنروح نسي ليزيكيب ماخر نطلع الفوق، واشاك فوق يلعب مع ايكيب يعيطوا لي ايكيب واحد اخرى على الاداء اللي نديرو في الصطاد. اثرت جائحة كورونا على الفرق الدرجات السفلى، ما جعل أنيس يتدرب مع رفقائه بصفة مستمرة بمداعبة الكرة والمحافظة على حسه التهديفي. كي جات هذه جائحة الكورونا خلتنا نتوقفوا، وشنو ما لازمش الواحد يريح في الدار، وانا نتحرك ونجو للصطاد وحدنا نديروا كل الالتزامات تاع الوقاية
نونطريني وهكا باش كي ان شاء الله تعاود تفتح الحاله نلقاو روحتينا واجدين. حسن السيرة والنظام الغذائي الملائم والمواظبة على التمارين اليومية هي من بين أسرار اللاعب الذي يسير في طريق النجاح حتى يصل إلى مبتغاه. نقراو الصباح من 8 نكملو ماكسيموم على 5:30 وحنا لونطرينمون يبدا على 6 من 6 للسبعة عندنا من 6 للسبعة ونقراو عندي نجي للدار غير نجي من المسيد نروح للدار نبدل حوايجي نديبري نصلي ومن بعد نرفد كابتي نروح للسطاد نونطريني غير نكمل لونطرينمون تاعي نولي نرفد كاي ريفيزي واش جاز عليا النهار هاكا نريح اجور باش ما يفوتنيش وما نتاخرش وهاكا تقدر توافق ما بيناتهم هذا هو الحل تما تكون اجور واش تدير في النهار تكمله. اللياقة البدنية الملائمة هي من بين أسس التحضير الجيد خاصة من الناحية العضلية حتى يكون حاضرا يوم المباراة وهذا ما يعمل عليه أنيس. تمام كون لاعب كرة قدم لازم تلو يجي الصالة يعاون روحه باش يديفلوبي الميسك والكور تاعو باسكو كاين دي زيكزارسيس يعاونوك على لافيتاس تكون سوليد بلي ريزيستون دونك لاعب كرة قدم لازم ليبول باسكو يعاونك توقف روحك وفي تريكيبيري البون وتجري وعندك الدورسو على لاكورس لافيتاس ولي جونب هما الصح لي جونب لازم باسكو على تيري بيهم تابوي بيهم باش تصوتي تسمى هما الصح نحنا لي جوار تسمى نبازيو على اللياقة البدنية والاخر في الصطاد ننساوها صالة غير شوية ابر عندك زوج خطرات في السمانة ماكسيموم وقتاش نديرو البناء العضلي نديروه في الصيف نبروفيتيو حنا شغل الفاكونس تاعنا حنا نبروفيتيو نجو للصالة باش نزيدو نرفدو رواحتينا مليح باسكو ما تقدرش دير ميسكيلاسيون و ميم طون تونطريني اللياقة البدنية باسكو هاكاك تعييك. تشجيع المواهب الصاعدة في كرة القدم بالتكوين الجيد والمتابعة المستمرة هي من أسس النجاح والوصول إلى المستوى المطلوب. بالتوفيق للجميع خصوصا لشبابنا المثابر في هذه الحياة. لازلنا متواصلين دائما معكم في آخر ركن للبرنامج بتدابير سهلة وصحية ساعدنا في الحياة مع زميلة سعاد. مرحبا بك. أهلا بك حياة. لاباس لاباس الحمد لله. موضوع اليوم لا يقل عن كل المواضيع أكيد. أشياء بسيطة جدا لكن تنقص علينا الهموم والكثير من الأعمال المنزلية الشاقة وهو كذلك لا سيما أنها منتوجات بيئية على كل حال متوفرة في الأسواق ومتوفرة كذلك في البيت ويتعدد يعني الاستعمال تاعها وحنا في الحصة الماضية تكلمنا على موضوع الرطوبة نعم. كيفاش تتكونها الرطوبة في البيت واحترام درجة الحرارة اللي ما لازمش تتجاوز 19 درجة إذا تجاوزت 19 درجة راح تتكون هذيك الرطوبة وكذلك الرطوبة النسبية في البيت اللي كذلك ما لازمش تتجاوز تكون يعني من بين 40 إلى 50 يعني نسبية نعم. 40 إلى 50 فوق 50 لما تزداد يعني إلى 80% أو 70% هنا راح يحدث تكتف البخار وبالتالي راح ينزل على الشكل الندى وتتكون لك هذيك الفطريات وهذاك التعفن والجراثيم والمتعضيات اللي هي كذلك لزكاريا وأبواغ العفن اللي تتغذى منها الفطريات وبالتالي تتكون على شكلين أو نوعين عندك الرطوبة اللي تجي على الشكل يعني بقع مجموعة في الجدران وكاين اللي تجي على الشكل السلاسل كاين اللي تجي بالطول وكاين اللي تجي كما قلت لك على شكل مجموعة نعم. بسبب عدم احترام نشاهدوا في الصور نعم. وبسبب عدم احترام كذلك كما قلنا في البداية وهو شيء مهم جدا حرارة البيت إذا سخننا البيت فوق 25 درجة هنا راح تتكون لك الرطوبة لأن هذيك التكتف نتاع الهواء وهذيك السخونة هذيك واش راح هذيك الحرارة واش راح تتحول إلى ندى وبالتالي تقعد في الماء في الجدران وتنتشر لأنها فطريات وهذيك الفطريات يعني تنتشر وتنقسم
وتمشي وتتوغل في كل الأدوات. نعم. تتوغل في الخزانة، صح. تتوغل في الملابس، في الأحذية، في الجدران، في الحمام، لأنها حية وتتغذى كما قلت من أبواب التعفن. إذن إحنا كيفاش نديرو سعاد فقط وكذلك تسبب مشاكل أكيد. صحية تكلمنا عليها مشاكل الربو. تكلمنا عليها بالنسبة للمشاكل الصحية والحساسية، التهابات يعني في السلك الهوائية، ذلك الربو. نعم. بسبب التعفن للأبواب، التعفن في الجدران وفي الملابس، لأن في بعض الأحيان ما تبانش الملابس. أنت أنت لبستي مثلا لباس نتاعك فيه يعني عفن وما يبانش، مجرد الرائحة فقط تسبب لك هذيك الحساسية. إذا احنا ما هي الأدوات التي يمكن استعمالها؟ عندنا عدة أشياء. بالنسبة للملابس أولا ينصح دائما باستعمال، لما تحب ربة البيوت أنها تخزن الملابس نتاعها ولا عندها شيء مخبي، لا سيما لباس نتاع العرس حاجة تمينة، صح يخبوها كتير، ما تحطيهاش يعني بشكل عادي في الخزانة. تستعمل نوع من الأكياس يسموها أكياس الضغط. أكياس الضغط هذه يعني عندها هذا السدادة هذه، وعندها كذلك قفل هذا يعني بإحكام، يغلق بإحكام. لكن يشترط فقط تكون عندها مكنسة كهربائية، هنا يفو أن أسبيغاتور أوبليغاتوار، باش يعني نضغط الهواء، يعني نسحب الهواء من اللباس أو من هذا الكيس ونحط اللباس نتاعي، فبالتالي يكون خالي من الهواء، لأن الهواء لما يقعد مدة طويلة داخل هذا الكيس راح يتكتف، ولما يصل إلى 80% إلى 100% يتحول إلى ندى، فبالتالي تتكون لها ديك الفطريات في الملابس. وهي تدبيرة مليحة سعاد، لأنه حتى المكان مش هيخد مكان كثيرة. أكيد مش رح ياخد مكان كثير، لكن فقط يشترط أن تكون لديها مكنسة كهربائية. هذا مفيد جدا لإزالة الرطوبة من الملابس. تلقت في الأسواق هو يبع. موجود بالأسواق يعني بمختلف الأثمان حسب يعني المنشأ. كاين المنشأ الأوروبي والمنشأ الصيني، فهو يختلف من حيث الثمن. كاين لي 150 دينار إلى 400 دينار جزائري. كاين كذلك بالنسبة للخزانة تاعها تستعمل بعض البلورات، هذه الموجودة كذلك في الأسواق، هي بلورات عادية تحطها لا سيما في الغرفة لما يكون عندها فطريات في الجدران. تنزع الفطريات من الجدران عن طريق الجافيل، جافيل مع الماء أو الخل، الخل يكون 300 مليلتر في 200 مليلتر من الماء، على كل حال راح يكون محلول نتاع الماء والخل، فبالتالي ترش هذيك الأماكن، ويستحسن دائما تكون عندها بخاخة مثل هذا، دائما تكون عندها موجودة في البيت، لأنها راح تقدم لها خدمات كثيرة. لما ترشها بالخل والماء فراح تموت هذيك الفطريات، تخلي هذاك المحلول مدة بعض ساعات مليح، ثم تقوم بتنظيف المكان. فقط بالنسبة للجدران يعني لازم تحتاط إذا ما كانش هناك تسربات مائية من وراء الجدران اللي ممكن أنها تسبب لها هذوك الفطريات. تستعمل هذه البلورات الموجودة، هي بلورات طبيعية على شكل ملح، على كل حال توضع في زوايا الغرفة تخليها وتبدأ تمتصلها هذيك الرطوبة وتتحصل هنا على ماء. تخليها فقط تخليها يعني مدة شهر، تخليها فهي تمتصلها، تقللها من الرطوبة حتى لا يصاب الأفراد العائلة بمختلف الحساسيات الناتجة عن هذيك الرطوبة. لكن ربما تبعدها عن منظر الأطفال. أكيد أنها تحطها في الجوانب، فبالتالي راح تمتص الرطوبة بشكل جيد، وهنا تتحصل على شكل ماء. وتشوف بأن هذيك الرطوبة عبارة عن ماء فيها تعفن لا يجب يعني استنشاقه، فلهذا هو الأسباب اللي تسبب لها الأسباب يعني الخاصة بالحساسية. سعاد فقط نقدر نحطها في البلاكار والخزانات أم أنه كل الأماكن، كل الأماكن وين تكون فيها الرطوبة. نضيف كذلك يعني مادة أخرى وهي مادة طبيعية ومنتوج طبيعي عبارة عن الملح، لأن الملح كذلك يعود هذه البلورات الموجودة في الأسواق. الملح الطبيعي تحطه في إناء، مجرد إناء صغير يعني في الجوانب نتاع الغرفة حتى في الخزانة وين تكون الرطوبة، فبالتالي راح يمتص، لأن الملح عنده خاصية أو ميزة هائلة أنه يمتص، هي تعتبر مادة ماصة، فلهذا عندما يتم مثلا غسل الشعر يعني بقليل من الملح بالنسبة للشعور أو للشعر الزيتي فراح يمتص الزيت، نشوفه بأنه يمتص، تعتبر مادة ماصة ومادة هائلة لامتصاص الفطريات. هذا إذا ما وجدتش يعني هذه البلورات
في الأسواق اللي هي فقط نسموها ممتص الروائح ممتص الروائح الكريمة ممتص الفطريات الفطريات في الجدران حتى يعني في الخزانة كذلك تستعمل هذا المنتوج اللي كانوا يستعملوه منذ القدم على كل حال كريستو دو سود أو رماد الصودا هذا كذلك عبارة عن بلورات ملحية هذه بالنسبة للملابس اللي تكون فيها فطريات تحط اللباس هذا تحطه في الماء الساخن موجود ومن منذ القدم يستعمل وتم ترويجه حتى في الدول الغربية لماذا؟ لأنها تعتبر منتوجات بيئية حتى وين استعملت يعني في المراحيض وفي الحمامات وتجري مجرى المياه فهي لا تلوث البيئة لا تلوث البحار ولا المحيطات ولا الوديان فهذا يستعمل في ماء ساخن وتحط الملابس نتاعها فيه لأن تحتاج إلى المياه الساخنة باش يذوب تقدر تزيد له شوية خل وتحط اللباس نتاعها اللي يكون فيه رائحة قوية من الفطر من الرطوبة ولا فطريات خصوصا أثناء الفصول لكن جدو حوايج الشتاء تعرفي سعاد أنه تجي فيهم شوية رائحة أكيد. كان كذلك موضوع آخر ومادة أخرى طبعا هو الفحم الفحم هذا اللي هو طبعا متعدد الاستعمال وهو طبعا عنده ميزة هذا نخصه له حصة لأنه أكيد. مميزات رائعة ونقدر نستغلوه ونستعمله في أشياء كثيرة أنا صراحة لما طلعت على موضوع الفحم فندهشت الاستعمالات فقط إحنا نستعمله فقط للقلي ولا للشيء لكنه متعدد الاستعمال يستعمل كقناع للجمال طبيعي هكذا يهرس فقط أو يسحق ويستعمل كذلك طبعا لتنظيف الأسنان كل الناس يعرفوا الفحم ويستعمل كذلك لامتصاص الرطوبة في البيت والروائح لسيما في الثلاجات تحطي مثلا قطعة فقط داخل الثلاجة في إناء وخليه فهو راح يمتص لك حتى يولي لك صغير نفس الشيء بالنسبة للرطوبة تحطه في إناء صغير يسحق أم يترك على هذا الشكل في الجوانب نتاع الغرفة حتى في الخزانة أينما كانت يعني الرطوبة والفطريات فسيمتص بشكل هائل ويقضي على الرائحة تحطه برك فقط في وعاء هكذا تحطه في وعاء صغير وتخليه وهو جد فعال كذلك بكربونات الصوديوم هذا طبعا هو معروف كذلك بالنسبة للفطريات فتزال الفطريات على كل حال هذا متعدد الاستعمال في المطابخ نتاعنا أن ربة البيوت تعرف استعمالاته هي متعدد الاستعمال فتستعمل هذا يعني على إسفنجة ويتم كذلك تنظيف الفطريات الموجودة على الجدران وحتى في الملابس فقط يشترط أن لا تستعمل هذه المواد على الصوف والحرير لأنها مادة رهيفة شوية وطبيعية ممكن أنها تأثر أكثر من أن تعطي شكرا لك سعاد كل المتفاعلين اللي يقولوا لك تدابيرك ولا أروع ويقولوا لك ننتظر تدابيرك حول الفحم سيدتي الجميلة إن شاء الله يعطيك صحة شكرا لك سعاد والجميل جدا أنه مثل هذه الأشياء نشاهدوها في الأسواق لكن كربات بيوت ما نعرفوش لما نستعملوها شوفي بالنسبه وهذا هو المهم جدا انك تقومين تعطينا هذا التدابير تعرفي هذه المواد هذه الان تستعمل بكثره في اوروبا بعيدا عن المنتوجات الاخرى الصناعيه كما قلت لانها بيئيه سو سون دي برودوي ايكولوجيك اللي ما يلوثوش المحيط فبالتالي عاودوا ولاو ليها وعاودوا يستعملوها بكثره يعطيك صحه سعاد ربي يحفظك ويومك موفق فاصل غنائي ثم نواصل
الوفرة ظلمة غشات فوق جبينة تبسم العيون سرى نتاج وشفور صفاني صفام. كان هذا النغم مهدى لكم جميعا من خلال هذا الصباح وهذه الأوقات الرائعة التي قضيناها معكم إلى غاية اللحظة. إلى كل من تفاعلوا معنا مشكورين، وإلى كل من تابعونا عبر قنوات تلفزيون الجزائري لكم أفضل التحايا. إذن بآخر نغم للرائعة فيروز كانوا يا حبيبي كانوا، هذا النغم مهدى لكم جميعا. إذن حتى نحن كنا معكم من خلال هذا الصباح. سلام.